عناوين كتيرة خطيناها مع بعض، صفحات حملت دموع، تعب، وجع وفرحة بالنجاح. واليوم عم نطلع عليكن لنختم مع بعض موسوعة نجاحات إن كتبت أسطورة بشغف ونضال، ولنختم سوا الموسم الثالث من كتاب الشهرة. اخترنا لكم نجمة من سما الفن وأبعاده، نجمة صنعت اسمها بأسطر وحروف من ذهب، وطبعاً الذهب بضله ذهب لو قد ما جار عليه الزمن. الليلة رح نفتح صفحة صفحة ونتمعن بأحرف ولدت من رحم الإبداع لتصنع اسم منافس بعالم التمثيل. كتاب الشهرة الليلة مع النجمة نادين الراسي. نجمة نادين الراسي، أهلا وسهلا فيك بالحلقة الختامية من كتاب الشهرة. ثانك يو كثير يا علي، ولا اشتقت لك أنا. وأنا اشتقت أطلع من قبل، بس الظروف سيريسلي ظروف. وأول محطة بكتاب الشهرة الخاص فيك أكيد اللي هي تاريخ ميلاد نادين الراسي وطفولتها. أنت خلقاني بأربعة أيلول عام 1979. بيقولوا نادين العمر غفلي، بس نخلق منلاقي حالنا غرقانين بدنيا مليانة أسرار، ومنقضي كل عمرنا عم نفك الغاز. شو اللغز يلي عم تحاول نادين إنها تفكه من هي وطفلة لليوم؟ استمرارية الحب ما حينفك أبداً. أبداً، لعب فيك وبحبايبكو، أما الحب يعيني علي. سو نحن أصغر بكتير من أنه نعرف نحب. عم نشوف صور من الطفولة وعم نشوف هيك الابتسامة مرسومة على وجهك من أنت وطفلة، وبعد ما تغيرت لهلأ بتشتاقي لنادين الطفلة؟ أي ولا شو اللي بتشتاقي له فيها؟ بحبه بس هيك. لا دمعت؟ بحب نادين الصغيرة. قتلتيها؟ لا، خنقتها قد ما حميتها. من شو كنت عم تحميها؟ من الكل. أنا وصغيرة يمكن ما بتعرفها أنت، كان عندي توليل بإيدي كتير وكانوا كتير مقرفين، ولا حدا يكون معي طارتين، لا حدا يلعب معي روما كاروم، ما حدا عرفت واللي عم بياكل يعمل هيك. كانت رد فعلي اني كنت الاولى بصفي، رحت خلص اني التهي بدرس انت منك اهم، ما حدا اهم مني. تعرضتي للتنمر؟ بولينج، يس. قد ايه رافقك هالجرح؟ لدرجه انه انا من سنتين فتحت فيسبوك. ما بدي اتواصل مع رفقاتي اللي كانوا بالمدرسه، لانه على الاكيد ما حقول لهم شيء، بس لا زعلوني كثير يعني. خلص في ذكرى منها حلوه، ويمكن انت انه كنتوا تقرفوا وما تلعبوا ما تتفرجوا على ايدي وكيحضروني على التي في. عزلوكي؟ ايه. بقى هون انا صرت اعزل حالي لاحمي حالي، بلشت بشيء كثير بايخ انه توليل بالايدين، هيدي ستيون مالادي يعني. فما عداك عن القصص الثانيه اللي بتصير مع غيري، مش عم بقول انا انه مدري شو، بس هو التنمر. ورفقني هذا الموضوع، وضعيفه وبضل مهوشلي مع الصبيان، وعرفت يعني كانوا يزعجوني كثير. نادين، والدك السيد خليل الراسي ووالدتك السيده الهام الخوري، وعندك اربع اخوه، الفنان الراحل جورج الراسي الله يرحمه، الفنانة ساندرين وراشيل وسباستيان. بس نكبر نادين بيصير عنا حنين إذا بدنا نقول لطاولة السفرة لما كنا نقعد عليها كلنا سوا. هالطاولة نقصت اليوم؟ أكيد نقصت كفيزيكلي، إنما بحياتنا اليومية وهيك لا. طول ما حيقولوا نادين الراسي حيقولوا جورج ونادين، مثل ما نحن وصغار كنا جورج ونادين، بدنا نكمل جورج ونادين لاخر يوم. هل قد كنت رفقه مع جورج؟ ما بقدر اوصف، انا بخلي العالم هي بيعرفوا. نحن لا ما كنا رفقه، كنا لد الرفقه. من بعد ما رحل جورج بعدك بتعدي انت واخواتك على نفس السفره؟ لا، هلا السفره فاضيه. ليه؟ تنستوعب. شو هيك ذكرى حلوه بتجمعك كانت انت وجورج بطفولتكم؟ ليك يا ويلي، في شغله كثير هيك اللي بيعرقوا ايدي، كان يطلع على الخزانه بالقوت النوم. انا كنت عم بدرس، انا كثير بحب الماتس، ولو ما عندي درس بقعد بحل جيومتري، يطلع يقف على الخزانه بينه وبين الحيط وبلش يغني لي يوم حبيبك غاب عنك عقلي طار قلبي طار، ويعلي وستاف صوته قد ايجو، بصير انا يا جورج كرمال الله، يا جورج يرضى عليك، تصير بالكوسانات من تحت ولما حبيبك، ما في شيء بينزله من فوق، ما في شيء بيطاله. نحن بنقدر حزنك نادين، وبنعرف قد ايه الفراق بيقتل، ولكن كمان بيعلمنا كيف نكون قوايا. اليوم مصدر قوتك على غياب جورج من وين بتستمديها؟
منه. جورج إنسان عصامي كتير، نحن مشبه بعض، نشبه بعض من هيك. نحن ما كنا إنه الرفقة واللي خيي تقبرني أي قلبي شو بك، ما في منا. أنا إذا بشوفني دايشة بيطلب قالي أوه شد ركابك، يعني كنا سند إذا بدك كتف رجال على رجال. بقى إيه أكيد قطعة مني راحت، بس بنفس الوقت ما بقدر أخذ قوتي غير من خيي جورج نووي، لأنه ما في، أنا ما في أقوى مني غير هو. الله يرحمه نادين ويصبركن على فراقه. خلينا نحضر هالفيديو أنا وإنتي ومنتابع. ولا وقت إننا بنحاسب، ولا وقت يالوم ولا بتعليقك على هالفيديو نادين، بتقولي انك كنت تسمعي فورا صوت اختك راشيل واختك ساندرين بدينتك لما كنتوا ترددوا ورا جورج. كنا كورال وكان بابا بدق على العود، وقلتي باذن الرب رح تنعاد هالايام. شو اللي مخليك تدفني هيك ذكريات بمكانها ما ترجعي تحييها؟ العمود الاساسي بطل موجود، بابا بعده عايش كتر خيره على كل شيء، يقبرني هو الحمايه وهو كل شيء. بس حتى بابا بغياب جورج بطل بابا. بابا لليوم ما عم بيقدر يكمش العود بايده ويدق، وبابا عايش على العود مش عم بيقدر يلقطه بايده. حتى راشال تقبرني لحيب اربيل وعندك مطريات وبتغني، وان شاء الله راشال تقدر تعدلنا هيدي الايام، لانه قدرت تحمل الميكرو، انا قدرت تشيل الاسود اطلع بين الناس، يعني كل حدا عم يقدر بطريقه. ان شاء الله تقدر راشال توقف على اجريها ونوقف حواليها كورال ان شاء الله. خلينا نرجع شوي لايام الدراسه، كنت شقيه او عاقله؟ لا شقية كتير. شقية تتعرضي لتنمر؟ ما هو شوف شو صار، هو صار في انتفاضة بعد عمر 12 سنة قررتي تتمرن أربع مدارس هالقد؟ بس كنتي شاطرة؟ مع أني لا مش بس شاطرة، عندي ديكارني، عندي يوم بالبيت دي موين دي سات وديزويت. نادين اليوم أنت بنت جاي من عكار، خلينا نحكي بلا كفوف، منطقة هالقد بعيدة ومحافظة، وتحديداً أنت جاي من منطقة رحبة. كيف قدرت نادين إذا بدنا نقول تتمرد على الواقع أو البيئة يلي جاية منها وتنطلق تحت الأضواء؟ كتير حلو السؤال، وكتير حابة أحكي عن عكار. أنا على فكرة كل عائلتي وهيدا كلنا شيخ طابع عكار، وأكيد هذا شرف كبير. أنا المختار شافني قال هالبنت حلوة بدي حطها من رحمة، فأنا بس من رحمة بالعائلة وكتير حلوة رحمة واي دوي، بس أكيد عكار هي ضيعتي. ليك أنا يمكن لو كنت عايشة هونيك على الأكيد كنت رح أوصل للضوء، وعلى الأكيد كنت رح أغير، وعلى الأكيد كنت رح أعمل شيء. يمكن ما كان حيكون فن، يمكن بصراحة سياسة، لأنه عائلتنا عائلة سياسية. كان ممكن أنا أكمل سيانس بوليتيك وفوت بال 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 بالسياسة نيابة مجتمع، وفعلا كمان شاركت بكذا إيفنمان صارت لعكار بتحسين مدرسة بتحسين كذا مع جمعيات مهمة كتير، وطلعنا وعملنا اللي علينا. بقى ما بحس اليوم، انا بقول التقصير اللي عم بصير بهيدي الضيعه تحديدا، وكثير ضيعه غيرها، بس عكار فعلا منسيه، وهي الدرع وهي الايد وهي الكف العسكري اللي هو حامي كل حدا فينا. بقى كل حدا بده يوصل لمحل من عكار وصل، بس اكيد مع هيدا الاهمال وهيدا المنتاليتي اللي عم الجو اللي هن عايشين فيه ما حيخليهم يمكن يفكروا بالفن. نحن لأنه ربينا ببيروت وكنا نطلع عكار أكيد وقت الانتخابات وغيرها، ولا مرة صادفنا غير حب وبوسة وغمرة من أهالي الضيعة، لأنه بيفتخروا فينا أنه لا إيه نحن عكار المنسية نجمة من منطقتنا، بس نحن نقدر نوصل. مين كان السند لإلك ببداياتك؟ صراحة أكتر حدا كان خيي جورج. أكيد جورج من عمره 7 سنين غنى، سو أنا لما فتحت الدومين كان عمري 17، جورج قبلي. خلينا ننتقل للمحطة. فإذن عارضة أزياء سنة 1997 كان عمرك هون 17 سنة نادين، كان عندك ابنك مارك، وكنتي متزوجة وقتها من السيد حاتم حتشيتي، نوجه له تحية وألف تحية، هيدا سند كبير كمان. خلينا نحكي بصراحة، يعني بهالفترة بسنة 1997 النظرة لعارضة الأزياء ما كانت كتير إيجابية بمجتمع شرقي محافظ، كيف قدرتي تواجه المجتمع؟ كيف قدرتي تاخدي هالخطوة؟ جورج كان ما حب الموضوع، مع أنه هو جورج اللي أخذني على الدعايات، كان هو وكمان رولا شامية صديقة العائلة والعمر، بس شفتني قالت له هيك أختك شكلها، قومي قومي. انا بحضرها اسال شيء، كانت قومي قومي قمنا رحنا عملنا كاستنج وبلشنا دعايات. بس وقتها فتت انا مش فهمان اللعبه بالمره، تفاجأتي؟ مش تفاجأت من الاسئله ومن انه عم تعرض ازياء، عم تعرض انه شو عم تعرض، عم بطلع البس. ونظره اهلك بالبيت كيف كانت؟ ما هي اول شيء هي هي لما زعلوا انه ما بدنا نادين تروح على محل انه عنا عائلتنا وعنا ما بعرف شو، وفي علامات استفهام، مدري شو علامات استفهام، لانه كمان لو اهلك كانوا ربيانين ببيروت ما كمان انه، وانتبه مع انه بابا وماما
ممثلين مع ابو ملحم وام ملحم ايام تلاليبان وعندهم مشاهد وتعرفوا على بعض بالتلفزيون، عرفت؟ بقى بابا منه حدا، بالعكس فنان، شاعر، ملحن، بدأ خيي بغني، ماما ممثله. ودور الزوج وين كان هون؟ شو كان موقفه لما دخلتي على عرض الازياء؟ لا حاتم ابدا ما حكي شيء، نو ابدا، لانه حاتم عرفني كمرأة. يعني خيي بالنسبه له غير، دائما خايف في هيدي الغيره. حاتم اكتشف هاي المره اللي فيها، سو شفت انا على قد، اكيد دعمني لانه قد حالي كثير. حدا ما بعرف كيف شغلوني صراحه. خلال هالفتره نادين من حياتك شاركتي مع عدد من الفنانين بفيديو كليباتهم، ومن بيناتهم الفنان اللبناني فضل شاكر. اليوم بكل صراحه نادين، بتلغي هالتجربه مع فضل من كتاب الشهره الخاص فيكي ام بتحافظي عليها؟ تقدر تلغي فضل من ذاكرة الناس الموسيقية وأعظم العظماء؟ بس ولكن اليوم الظروف بتغير أحكامنا. لا، ولا بقدر رجع اللي مات. ما يعني هيدي مثل واحد بيقولها جست ليقولها، لا فيني ألغي هالذكرى ولا بدي ألغيها أصلاً، بس في حال. ولا فينا نرجع الشباب اللي العسكر الجيش اللبناني اللي مات، الحادثة اللي صارت بمعارك عبره 100%. وأنا ليك بكل صراحة بعد يمكن بوقتها وقلت أنه أنا بكرهه. لما طلعت اول مره على قولتهم قالوا مين بتكرهتهم؟ فضل شاكر. تعتبي عليه؟ بعد اللي عم شوفه بالبلد ولوين وصلنا، كل مين بده يغلط لازم يتحاسب اكيد. بس انا لما شخص ما فيك تجيبه وتحقق معه على عيون العالم كلها وبراقبته فيه 400 و500 الف قتيل وقتيل ببيوتهم عايشين عم بينازعوا ليتنفسوا، فما بقى من حقك تيجي تقول لي فضل وجورج راسي عامل مشكل مدري وين، قوص فكروا عم بقوص على فلان. رح بحياة امكم يعني، يا مشوا على الكل، لانه ما بقى لي عين، ما بقى فيك. يعني انا اول وحده قلت اذا عليه حق والله شنق المجرم لما بده يطلع معه بدي جاردية على تحقيق ويفل، والمعتر يلي بيخض هفوي او خطا معين ببرين ووش معين بدين تشويه لدين معين، شخص بهالعظمه اخطا بعد 10 سنين و15 سنه، يعني ما في، يا بدي حاكم الكل يا اما ما فينا نحمل الشنار على ناس وناس. يعني انا اليوم عم بتطالب بعفو عام، عفو عام اللي برا، اللي برا اخطر من اللي جوا. انا اليوم اللي بدي اجي اقول لك لا امبلا اذا عليه حق اعدموه. طيب وليه ما بطلع بقول لك عن رياض سلامه وعن هالاسماء؟ يعني مع حفظ الالقاب ما بعرف اذا بعد عندهم القاب. سو ليه؟ ما في شك نادين انه انت عندك مواقفك الخاصه وانت بتتبني كل شيء. انا بتاكد. لا ما تخافوا ابدا من هون على الحبس. بسياق الحلقه قلتي انه لو انت بالفعل خلقتي وربيتي بعكار كنت ممكن تكوني نائب عن المنطقه. خلينا نفترض انا وياكي انك انت نائب اليوم عن عكار، شو اللي بتغيريه بالمنطقه؟ كل المنطقة، مثل ما كل حدا عمل نايب قليل وغيروا كل منطقتهم وحسنوها وزبطوها بغض النظر، ميل لحود، جبران باسيل، انجزوا ميشيل سليمان، لضيعتهم ومنطقتهم. انت عم تحت، انت عم ايه عن منطقتهم لا اذا بدك تفوتني على البرلمان حيروح اقتلها، يعني 128 بيطلع من جوا بيطلع انا تطلع انت. شفنا كتار من أهل الفن والإعلام إذا بدنا نقول مشاهير خاضوا غمار السياسي، مثل توني خليفة، قدم بولا يعقوبيان اللي دخلت على المجلس النيابي، جورج إرداحي وزير إعلام. شو رأيك إنه نشوف مشاهير عم يتجهوا للسياسي؟ مش ظابطة. مش إلهم؟ نعم. ليه؟ لا لأنه أنت اليوم لما بدك تطلع ما فيك ترضي كل العالم وتكون منافق، بقى الفنان بده يرضي كل الناس. هالقد ما قدروا يشلحوا ثوب الشهرة ويلبسوا دور السياسي؟ ما هيدا شهرة مع يعني كيف الضابط تزيد له نجمة وبتصير بقى العروضات أكبر والمجالات أوسع وحرام بيخسروا محبة كتار. يعني أنا اليوم مثلا بحب إنه بولا يعقوبيان الكل، لأنه بولا وقت كانت تطلع تحكي وأنت اليوم بتعرف يعني لي أو لبي أو صراحة وذكاء وثقافة وعبارات حلوة بتقولي الإعلام خسرة؟ أوف. شو رأيك بمعركة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية اللي عم نشهدها حاليا؟ ديجافيو يا ريت يعملوا لنا شيء جديد. مين برأيك بيستحق يكون رئيس من الأسماء المطروحة؟ بالوضع اللي نحن فيه هلا، إنه ما بعرف أنا هيك بتطلع فيها وانتبه ماني راضية على حدا، إنه سليمان بك فرنجية، مع إنه عندنا مشكلة قصة أمريكا والسعودية وهيك، بس لا بتخيل في تواصل مع الكل، يعني كل واحد بيصير يفكر بطريقة إنه هيدا لإلي مش لإلك. بهيدي الحالة وهيدا الواقع لما يصير في أي تصادم وأي صدام وناخد وقتنا ونترك العقول المفكرة اللي برا، خلينا نقولها علنا حجبها الحكمين حالنا بدنا مين يحكمنا، نترك هول العقول المفكرة
تتساعد معنا باقتصادها وبحياتها وبسياحتها لنقوم مع بعضنا. غير هيك لأنه ما فيك تلغي، ما فيك يعني اليوم إن كان سوريا إن كان لبنان إن كان يا خي نحن ليش على الهاوية؟ ليش لوين؟ طيب اللي ماتوا واللي راحوا واللي انلبس عليهم أسود رجعوا شافوكم عم تقعدوا مع بعض لأنه المعركة كانت مدري شو، بس هلأ يي صفية القلوب بيني وبينك. أنا إذا حدا بيقول لي كلمة فيها إهانة على الهوى وبيجرح بعرضي وبشرفي وبكرامتي وبولادي وبأساساتي وبأصولي، اوعك تفكر بحط إيدي بإيده أيها السياسي المنافق، ما بحط إيدي بإيده. وصلنا لمحل ينقال للسياسي ابن كذا وبنت كذا وعلى العلن ويلا صرخوا بالعالي لأنه صرنا نشبهكم للأسف. لا بدي أفهم هاللانجاج وانتبه وصل للفن. مع ضيفي كانت عندك اليوم نجوى كرم بتطلع الساعة 5-6 من الكرفان تبع ملحم بركات، مش شايفتني أنا ولا مرة طالعة أنا وجورج وأنا لحالي تصريح ليش أي ساعة بيوع ملحم بركات؟ أثار ضجة واسعة وانتقدت أنا أيضا والله العظيم. مين منا ما كان يفيلم عند ملحم؟ الفنانين عم بيحضروني قبل الساعة 5 الصبح من الكرفان، مين له قلب؟ مين له قلب؟ الموسيقار تبعال نحن فلين من عنده ما عرف شو كنا عم نعمل، عم نشرب ونتعشى ونحكي كلمات ونغني وو اللي جاي 5 الصبح جاي يعمل ما بنساع اصلا، هي طريق مقطوع ما حلو عيب يعني. اذا ما قدرنا نشبق على الصغير لا لا لا، وماي حبيبي وماي طيبه كثير وحنونه كثير ومحبه وتحاربت وتظلمت وجابت مربت يعني وجعي وجع ماي يمكن بيشبه وجعي، بس يا مي لا انا ولا انت ولا حدا مخول انه يطلع يهين اي انسان على الهواء. ومش اهانه نكون عند ملحم، يا ريتك بعدها كون لروح لعندك هلا، هي منا اهانه طرح غلط، واللي ورا الهوا مش مثل قدام الهوا. شمس الاغنيه اللبنانيه كلنا بنفتخر فيها، وبدي هيك يعني طالما اجت الفرصه بدي اعبر عن حبي للست نجوى. انا بعرف حبك للست نجوى قد ايه كبير، بس وهي بتعرف كمان شخصيا قد ايه انا وتلفزيون الجديد بنحبها، بس بتصير هالاخطاء بالفعل ونحن مش عم بتقول لك روح نحب مثلا اي فنان، ما بقى كنت اعمل اكزامبل بخيل لمصيب حدا ثاني يا اخي. يو شود بي يو ار براود اوف هير، بفتخر بشمس لبنان الشمس الغنية. صح بالفعل. نادين خلينا نرجع أنا وأنت لعرض الأزياء. من بعد مشاركتك كموديل مع الفنان زياد برجي بكليب وبطير يلي أثار ضجة واسعة، وأنت كمان تعرضتي لانتقاد بسبب مشاركتك على خلفية القضايا يلي صايرة بينه وبين الفنانة إليسا. يا ويلي شو ما أنا حظي هيك تجيني من آخر الدنيا. وين ما تحطي إيدك صدقا. انا كان لي كذا يوم بدير الاحمر وعندي عرس، بيحكيني زياد انه تعي كذا بدي اعمل، قال لي وين؟ قلت له بالدير الاحمر، قال لي يا ويلي بدهم مخي، قلت له مين هو اللي بده مخك هون؟ انه انا دير الاحمر دمي منطقه مين هو اللي بده؟ قلت له مين بده مخك بدير الاحمر؟ ما فهمت عليه، طلع انه لانه مقبر هو لسه وهي من الدير، وقال صار الدير. شفتوا كيف صايره الاشياء وحياتي، خلي يطلع هلأ زياد يمشي بالدير ولا العالم. شو موقفك انت من هالقضيه؟ طولت انه ما بدها هالقد. انا اليسا بحبها واليسا ما قصرت معي بشيء ابدا، وانا صدقا وقتها تعبت حكيتها انهارت اعصابي، ما استوعبت انه هي صار لها شيء، عرفت قد ايه بحبها، كنت بس فكر بحب اغانيها. انما زياد برجي صدقني بوصل معه لمطرح انصر اخاك ظالما كان ام مظلومه، بس هو فعلا كان مظلوم. مش معناتها اليسا ظلمت، الاثنين انظلموا والله بحق باسم الفن وباسم الله الاثنين انظلموا. اليوم عندك مانع تعيد التجربة كعارضة أزياء بفيديو كليب فنان؟ أبدا. مين بتختاري؟ وائل. الفنان وائل كفوري. نادين خلينا هلأ نكفي بمسيرتك الفنية وننتقل لأول محطة إذا بدنا نقول بعالم التمثيل، وكانت بمسلسل البشوات عام 1999، وكان هيدا يعتبر أول ظهور إلك على شاشة الصغيرة. تتذكري أول مرة حضرتي حالك فيها على الشاشة شو قلتي؟ كيف قيمتي نفسك؟ مين قيم نفسك؟ ما عرفت شو عم بعمل. أنا عم بعمل كنت بدرس بيولوجي، أنا عم بعمل بيولوجية ما لها علاقة. سو وقتها رحت وقال لي وقتها ميلاد هاشم المخرج، قمت هيك طلعت قلت لهم طيب قد ايه بتعطوني عنها؟ كانت مشاركتك بالصدفة يعني؟ إيه أكيد. شو صار؟ كان معي ناس عم بيقولوا حدا شافني كنت بعشرة إنه بتحب تمثلي وما بتحب تمثلي، المهم أخذنا موعد ونزلنا على الفيوتشر. فوت لجوا ما بعرف شيء، قال لي بتقري هيدا وبتعرفي تعامليه؟ قلت له بعمله ما معي خبر. فت قلت لهم كيف يعني انت هيدا هو هيدا؟ قريت وفي محل بتوقع بالارض لما بتقول لها انه ممنوع تتجوزيه وممنوع تاخذيه، ما هو انا علاقه حب مع الصحفي بيكون يوسف الخال وانا بنت عائله ارستقراطيه. قلت لهم بس قبل بدي اعرف قد ايه بناخذ على النار؟ قالوا لي على الحلال. قلت لهم قد ايه قالوا لك وقتها؟ قلت لهم باخذ $100 على النهار.
اوكي. ومن وقتها يشغلوني 18 ساعة. وفتت عملت المشهد والله بكيت، انت ممثله انت بدل 100 دولار. نادينا انا عم بحلم بالميات اللي بدي يجوا ورا بعض، عرفت علي؟ وانا عندي ولد. كنت تساندي السيد حاتم بمصروف أكيد البيت؟ اكيد يقبرني اكيد. يعني نادين اذا بدنا نقول بوقتها كان دخولك لعالم التمثيل بس لانك بحاجه لمصاري او نابع كان بالفعل من شغف؟ من شغف مين؟ كبدايه عم نحكي بدك كان المصاري. نادين انا وعم بقرا هيك مقال بيتضمن سيره حياتك لفتتني هي هالجمله، بيقولوا لم تشفع ملامح الفنانه نادين الراسي الجميله وطلتها الساحره في ان تضمن لها السعاده وتحميها من تقلبات الايام. قد ايه الحياه الورديه اللي كنت متوقعتيها ببداياتك من اول ما دخلتي لعالم الفن تحولت لحياه ما بتشبه احلامك وتوقعاتك؟ ليك ما بندم على شي صار، بس صدقا قضيت انا بالحياه عقد ما انوجعت، انا مقضيه حياه وايام كثير حلوه. رح خبرك ليه، مش عم بخرب بيوت العالم. حلو الحب، حلوه الذكريات. انا اليوم بيولادي مش معناتها نحن تقبرنا يعني الحياه كانت جهنم، لا جهنم المشكل. سو انا قطعت باشياء كثير حلوه، بحب، بعلاقه، بزواج، بناس، بمجتمع، بشهره وشغل ونجاح وديورينج ولاد عم تخلق. دونك كان كثير فيها كثير حلو، والزواج عن جد حلو، والعائله كثير حلوه، والولاد بعقده. بس لما بتكون الظروف مش ظابطه بتصير قدام عينيك عم بتشوف اجمل شيء عم يتشلع. شو اجمل شيء تشلع بحياه نادين؟ العائله. انا بالنهايه هلا لحالي. لحالك؟ اكيد عندي ابني وعندي اهلي وعندي، بس انا كعائله كرجل كمل معه حياتي وفكر ببعدين لا، ولا يمكن يكون عبء على ابني. يعني يمكن من هيك كنت اطلع من علاقه دغري اتعرف على حدا، لانه كمان كنت خاف يكون عندي تعدد علاقات. بكل صراحه مانا حلوه، انا انسانه بالرغم من كل عقلياتي وبتشوفوني قديه، بس انا كمان انسانه شرقيه، عرفت؟ سو اليوم اذا بدي اظهر مع هيدا واترك هيدا واظهر مع هيدا واترك هيدا، بصير انا ظهري مع البلد، لانه ما حدا بيقدر يبقى لحاله. بتخافي من الوحده؟ بشعه. الانسان اللي كثير صريح وصادق وبحب اللي حده اكثر ما بحب حاله بيخسر؟ اكيد، بس بيخسر هو ربحان. أنا 100 مرة بعد بخسر، ولا بقبل كون إنسانة واطية ببيت جوزي. ومننتقل لمحطة جديدة، مسلسل فاميليا عام 2001، خلينا نحضر هالمشهد من هالعمل ومنعلق. وين ميرا؟ ظهرت. قاعدة هون لوحدك؟ ليه عملت هيك؟ مسلسل فاميليا، كنت كتير صغيرة هون. هالعمل قدمتيه ببداية مسيرتك الفنية، ويعد أيضا هالعمل من أبرز أعمال الدراما اللبنانية. زعلانة اليوم على واقع الدراما اللبنانية؟ إنتاج مروان حداد. زعلانة؟ مش بس أنا زعلانة، الكل زعلان. يعني حتى اليوم اللي عم بيشتغل بتخيل زعلان عادي. لما وضع بلد منه منيح، كيف بدك تكمل؟ كيف بدك تقلع؟ شو بدك تعمل؟ لهيك وصلت الدراما اللبنانية لهون؟ اكيد لما نبلش المنتج بده يكمل باقل، بس عم نشوف منتجين لبنانيين عم يلجأوا للاعمال العربيه المشتركه. معقول ما قادرين يعملوا عمل لبناني واحد؟ بلا قادرين، بلا قادرين هلا، بلا قادرين وحيعملوا. بس انا بقول لك المحطه اللبنانيه منا قادره تدفع للانتاج الكبير. يعني اليوم لما الشاشه ما قادره تدفع، واعلان ما في، ورئيس ما في، وفلتانين على بعض شمال يمين، كيف بدك انت تحلم بمسرح وبتلفزيون وبسينما؟ ما فيك. سو عم بيجربوا يسكجوا، وباللي عم بيعملوه ان كان صادق الصباح وان كان استاذ جمال سنان واستاذ صادق، هدول مع حفظ الالقاب على المخ عم يعملوا. الكرو عم يشتغل لبنانيه، الممثلين عم يشتغلوا لبنانيه، حتى الدور اول عم يشتغل لبناني وسوري. سو كتر خيرهم انه ما قعدونا بالبيت. بمسلسل فاميليا نادين بيتناول قصه الارمله نبيله جاهده، يلي بتحاول انها تحافظ على عملها الخاص لتحافظ على حياة كريمة لعائلتها. قديه نادين واجهت صعوبات لتحافظ على عائلتها اليوم؟ كتار غيري عم بيحضروني هلا وبعدهم بعدهم بالمواجهة وبعدهم بالمعارك. مش سهلة ابدا انك تعمل عائلة. لكل مرة ببيتها عم بتجاهد، لانه هيدا جهاد فعلا. بقول لها الله يكون معك والله يقويك، بس ما بقدر اقول لك الانسان كيف يقدر يتطور وكيف يقدر يكمل. بقدر اقول له شغله واحده بس، اتركها على الله، بس كون صادق مع الشخص اللي قدامك ومع حالك. لو بدك تقول له انا خنتك، بتسامحي على الخيانه اذا اجى الشخص وواجهك؟ سامحت. سامحتي؟ ما كنت سامح، وبمقابلات قبل قايله لانه انا ما بسامح. سامحت تتعرف انه ما في حدا فوق راسه خاين. ندمتي انك سامحتي؟ لا، نستاهل فرصه ثانيه.
اليوم العالم يلي عم يحضرونا نادين بيقولوا ليه نادين الراسي الامرأة الجميلة الناجحة المشهورة يلي عندها إذا بدنا نقول هي حلم لمعظم الرجال بالعالم كبوس. العربي ليه بدها تنخان نادين الراسي؟ شفت؟ نحن أرواح متشابهة، نحن لايت، نحن أرواح، في الله فوق منا وكلنا منشبه بعض وكلنا فينا مثل ما خلقنا على صورته ومثاله. الفرق أنت على الأرض بدك تتشيطن، عندك معارك مع الشيطان. وبالعودة للدراما اللبنانية نادين، أنت آخر عمل لبناني شاركتي فيه بالدراما اللبنانية هو الشقيقتان، كان عام 2017. غيابك عن الدراما اللبنانية بكل صراحة نادين بإرادتك أو أنت مستبعدة؟ لا بإرادتي ولا مستبعدة، كل الفكرة أنه أنا عملت شقيقتان ورجولي وبلشت عندي المشاكل تتفاقم بشكل أني أنا ما بقدر ركز بشي غير بالمحاكم وبالولاد وبالمشاكل. خلينا ننتقل لمحطة جديدة بمسيرتك الفنية، زمن الأوغاد عام 2003. يا عذرا شو حسيت ختيارة أنا؟ هلأ؟ بعدني حلوة. اللي صار مبارح بعين الصقر؟ ليش؟ شو صار بعين الصقر؟ قتلوا 2 من رفاقنا. وكمشوا اللي قتلون؟ بعتقد لسه. قول ما راح يبين معي شيء إلا نوعه. زمن الأوغاد نادين كمان من أهم الأعمال بالدراما اللبنانية اللي شاركتي فيها وبمسيرتك الفنية، بين مبارح واليوم شو تغير باختيارات نادين الراسي وتحديداً بالدراما اللبنانية؟ بعدنا عايشين بزمن الأوغاد، ما تغيرش. بعدك عايشة بزمن الأوغاد؟ على الواقع يعني سهلة، بعدنا عايشين بزمن الأوغاد. هالمسلسل نادين بيتناول أحداث عاش أهل الجنوب خلال فترة احتلال العدو الإسرائيلي، مشاركتك وقتها كانت نابعة من حس وطني أو مجرد دور كان عبالك تأدي بهالعمل لتبيني أكثر لك شغلة؟ أنا ولا مرة كان عبالي، بس نزلت عملت الاجتماع وعرفت أنه دوري ريجي إسرائيلية استفزتني لدرجة أنه إيه بدي إياه للدور أتوبري. بس ما خفت أنه الناس تكرهك وتحديداً أهل الجنوب بسبب هالدور؟ هو تحديداً أهل الجنوب هن اللي ما كرهوا، تحديداً أهل الجنوب. ليه؟ بتأسف في ناس كرهوا عن غير أسباب. ليه برأيك؟ أهل الجنوب فرجيت حقيقة هالريجي اللي كانت تفوت على الهوسبيتل وتعذب المعتقلين، اللي هي كانت ريجي مزبوط ضابط منه خبريت منه، هيدا حلم، هيدا حقيقة الستوري. سوريجي فعلا كانت تفوت على المستشفى وكانت كثير تشبهني، لقلك لانه مره صار معنا حادثه مستوحى من قصه حقيقيه. طبعا ريجي هي كانت بمستشفى مرج عيون، سو انا مره فاتي على الاوتيل بالبدله وكان في مناورات وكذا، سو كلني غبره وما هي سلاح طبعا، بس ما فيه المشط شيء، شلت السلاح انا وعم بحطه بدي اخذ كارت الاوضه، بسمع اللوبي كله سكت برموا، انا حاطه هون بالعبره بدلتي، وقفت دغري رفعت لهم ايدي قلت لهم عم صور، طلعوا انه تعرفهموا انه نادين لنشيف مربوط الترومة. الشعر طبعا ركضوا قالوا انه واي بتشبهي ريجي، قلت لهم دوري ريجي، في ناس اعتقلت بمرج عيون وتعذبت من قبل هيدي الانسانه. نادين فترات طويله من حياتك سواء بطفولتك او لاحقا عشتي فيها اسوه الحرب، يعني انت خلقتي بفتره الحرب الاهليه وعشتي فتره الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 وعام 1994 وحرب تموز عام 2006. سألتي يوما ليه نادين راسي خلقت بهالبقعه الجغرافيه من الارض؟ لا لا انا ليك انا اونستلي انا كثير بحبه للبلد بكل مصايبه، عن جد انا كثير بحبه، انا حدا بيسافر 7 ايام الثامن بلش ابكي بدي ارجع، بس انا حدا انا خلقت بال 79، انا بوعه بالملاجئ، وحتى بدك بعد خبريه اقوى من هي، انا ماما هي عم بتولدني اجت مخصة قويه ضبت اجريها مام، فات فراش قذيفه قطش التخت بالنص، هي وعم تولد هي وعم تولدني، نزلوها ولدتني انا بالملجا، انا خلقت بالملجا، نتخيل من ملجا عشت بالحدث بعبدا، وبتعرف بوقتها كمان نحن عنا صار حرب أهلية كتير بشعة للأسف. يعني أنا صرت مسمية على الشرقية ورفقاتك بتقعد تلعب معهم مسقيين على الغربية، شارع المغازل بيني وبينهم شي كتير بشع، وأمي بتقلي شافت السبت الأسود، مامي لو ما رفقاتها ببيروت عطوها بعربية موز ما كنت أنا خلقت، أنا جدي حبيب عم بشرب أنا وياه يشربني عرق بالمخفي، ليك شو بحتالي أنا وصغيري. أدي كان عمرك؟ يمكن ما بذكر اكزاكتلي exactly، بس كنت واعي يعني عمري اعتبر شي 8 سنين 7 سنين، فتت تعيط لمام يا نادين تعي قوي القصف قوي القصف، نحن بيت تيتا كانوا عاملينه مثل عاملين كياس والعالم بتتخبى عنا، قوم جده بيقول لي قومي اركضي هلا اذا بتعرف الهام بدها تقتلني، قمت انا طلعت هيك وعم بقطع الباب عم بفوت بتجي القذيفه بتشقف جدي بالنص قدام بتير عيوني بتصير نصه لجدي من وراي بيجي قدامي، انا
تشوف ألوان ما بقى بتسمع، صار غبرة كتير ودمع من زحت على الدم. شو صار بنادين الطفلة وقتها؟ ما بعرف، أنا كل ما أتذكر هيدا الشيء بقول حتى لو كان في بسيكولوج بوقتها كان ممكن أمي أو بي يشيلونا من الملجأ لنروح نشوف بسيكولوج، ما كان هيدا الشيء متوفر. بقى بقول لجيلي 79 الخلقانين وال 75 ما نعتب على أهالينا إنه مرقوا بقصص كتير هي مهمة اللي هي الصحة النفسية، لأنه ما كان عندهم مجال غير ياخدوا بريك يطلعوا يجيبوا الخبز ويطبخوا الطبخة وفلانة تجيب مدري شو ويتقاسموا الأخبار وينزلوا فيهم على الملجأ. بقى ما تحاسبونا إذا كنا واعيين كفاية، نحن عالجنا نفسنا، عالجنا نفسنا، هيدي الحياة. احترموا وجعنا واحترموا اللي مرقنا فيه يا سياسية ويا دولة اليوم، وما تستخفوا بقى بذكائنا. من بعد زمن الأوغاد عام 2003 مننتقل لعمل هيك كان نقطة مفصلية بالدراما اللبنانية يلي هو غنوجة بيا عام 2006. خلينا نحضر هالمشهد إلك بهالعمل ومنعلق. وين كنت؟ بعت ورق من 10 دقايق لتفوت. هلأ تقلي حضرته ما عطوك فيزا. في شيء بيوحي اني ارهابي او رجل مافيا؟ هالعمل جمعك بنخبه كبيره من اهل الفن، بتقولي هالعمل هو النقله نوعيه بمسيره نادين الراسي؟ اكيد اكيد. وبدي بس صلح شغلي، انا قبل الدور كان لنغم ابو جديد، حبلت نغم حكاني مروان وانا كان بعدني مجوزه وصورته. هالعمل كمان جمعك بالممثله ريتا بارسونا يلي اعلنت مؤخرا اعتزال الفن. اليوم نادين الراسي كزميله وكصديقه اجتمعتوا سوا بهالعمل، تعتبري قرارها صحيح وبتحسديها عليه ام بتقولي تسرعتي يا ريتا؟ لا ما بحسدها عليه انه عرفت او بقول لها انه تسرعتي، لا، لانه وين الشغل؟ بالعكس، يعني ريتا اليوم خسرتها الدراما لريتا؟ اكيد اكيد. بصراحة نادين، شو السبب يلي ممكن يخليك تعتزلي الفن أو بتقولي أنا بهالفترة رح أعتزل؟ السبب الوحيد هو التعب. تعبتي؟ بلشت. على أي عارف. عمر بتقولي أنا خلص بدي أرتاح بهالعمر؟ ما بتقدر تقول، أنا كنت مفكرة أرتاح قبل هلأ. ما بقدر. شغفك بعده أخدك بعده بقاري. أكيد. ليك أنا بقول لك اليوم شغفي ولقمتي، أنا يعني هلأ عم فكر أنه بيفتح شيء غير يعني بزنس خاص فيك. بزنس خاص فيها، ولا مرة فكرت افتح بزنس خاص فيك. حلو، رح نطلع أول فاصل إعلاني ومنتابع. كافيين معكم مشاهدينا كتاب الشهرة الخاص بالنجمة نادين الراسي والحلقة الختامية معك هيك ختامها مسك نادين. إن شاء الله يا رب، يعني أنا كتير مبسوطة شو عم شوف، يعني قصص قديم بنراجعك للذكريات. وخلينا هلأ كمان بالعودة للذكريات ننتقل لمحطة جديدة وهالعنوان عريض وكبير يلي هو سلسلة أعمال بين 2007 و2012. قدمتي سلسلة من الأعمال بالدراما اللبنانية ومن أبرزها عنا عصر الحريم، ابني، ماترنادا، لونا، لولا الحب، لو ما انقطعت الكهرباء. النجومية يلي عشتيها بهالفترة شو سرقت من نادين الراسي؟ سرقت مني حريتي، سرقت مني الحياة. أنا كنت بس بعرف جيب أولاد وروح على التصوير، ما كنت طالعة على الدنيا ومتعرفة على الدنيا إذا فينا نقول، يعني بس تصوير وولد، وما فيك تنزل على السوبر ماركت غير ما تكون زبطة حالك، ما فينا نطلع لهونيك لأنه مدري مين فيه، وهون ما فينا نروح لأنه مش مناسبة، وهون مش زبطة، وهون لأنه مش صرت كتير سنين أنا بتطلع بشوف رفقاتي أو اللي عم بعيشه هلأ بآخر فترة كان حلو كن قادر أعيشه قبل. يعني هلأ حتى انتبه أنا هلأ عفويتي عم جرب ضبها بالتضبطية، لأنه صدقني كتير في أفكار سودة وعم نعيش بمجتمع كثير فيه من الخطوره عن جد. بيكفي لما نطلع نصرح ونحكي عن قصص ونحن بالاساس لا عنا لا ثقافه جنسيه ولا توعيه جنسيه ولا ولا ولا، يعني شوف انت ملا خلطه ومولينكس عم تهرم ببعضها. حالتنا نحن منا منيحه ابدا، نحن كمجتمع لبناني حالته ابدا منا منيحه. ما لي خلينا ناخذ وقتنا بكل شيء، ناخذ وقتنا، مش الدنيا عم تتغير؟ مش صار في حب من رجل لرجل ومراه لمراه وصار في هو صاروا؟ اعطوهم وقت، ما بقى حدا يقول هيدا مدري كيف وهيدا مدري شو، بس ما عليه نتحفظ شوي ونكون لايقين شوي، اكراما لهالاطفال، اكراما لهالشاشات اللي عم نطلع من خلالها، واكراما لثقافتنا واديانا
وتراثنا ومحبينا واهلنا وعيالنا يلي عمرهم اكبر منا وما عرفوا يتطوروا بهذا الشكل. يا خي خلينا ناخذها هيك، ما عليه، ما عندنا نحن ثقافه جنسيه اوريدي ولا توعيه بالمدارس، جايين نطرح عليهم بهذا الشكل. عم تعلقي نوعا ما على تصريح الممثله باميلا الكيك وكثار بالفعل حطت بمرمى الانتقادات، ويمكن كان ما هذا اللي قصدها غير، لانه باميلا طرحت شيء لمجتمع منه جاهز ابدا. يا باميلا على القليله 50% منه هيدا الشيء يحترم، منه جاهز، منه جاهز انك تطلعي تحكي هيك، بقول لك انا عم تقلي لبنتي تعمل هيك، ما هو اصلا مش عيها اللي بدها تعمله بنتك، ومنه غلط بالنهايه. هيدا عفوية بموقع على الغلط، ما هي العفويه بدها تودينا لمحلات، ما هي بقول لك انا كنت اضرب من بام شو بعتها، يعني كنت انا مثل باميلا في كثير قصص انا صرت بتحفظ اني اقولها. نادين، بهالفتره انت قدمتي اعمال عده، قد ايه بتقولي نسبه ذكائك بهالفتره كانت لتستغلي زخم نجاحك؟ زيرو، ما استغليتيه ابدا. نو نو، لا لا، فت كل حوالي. وين اخطأتي بحق مسيرتك واسمك؟ لا لا لا، رح ارجع اعيدهم لاني خطا يمكن، بس علموني. خطا صح، علموني اكيد. نادين، من بين هالاعمال يلي ذكرتها بهالمحطه، لو رجع فيك الزمن لورا اي عمل بتحس فيه وبتقولي لو كنت انضج ما كنت قبلت بهالدور؟ بكل صراحه وانا من خلال شاشة الجديد يعني عم بحكي، للاسف لو ما انقطعت الكهرباء بس لو بقي على 7 حلقات بقى بحس فيه. لا بس انه ايه كنت بفضل، بس لو كنت انضج ما كنت قبلتي فيه، ما كنت قبلت كمل هوديك وانا ما كنت قبلانه، بس انا جيت على رأي الجديد انه ولا وين انزين هي الجديد. طبعا هو من انتاج الجديد، وكانت مبلش الجديد بدها تعمل انتاج لبناني، وهيدا هيدا الشيء كلنا بنركض عليه. هيدا اللي صار، لو كنت انا اوعى كنت بقيت على رفضي، بس انا حدا كنت قبل وقت اقول لا، انه بعد اللا بقلبي انه بليز ما تزعل، لا هي بليز ما تزعل لا منا شغاله. خلينا نحكي شوي نادين عن علاقة الممثلات اللبنانيات بالساحة الفنية، شو أكتر شيء بيزعجك بعلاقتهم وبتقولي عم ينقل صورة بشعة إلى الخارج عن الدراما اللبنانية تحديداً؟ لك صراحة بينقل صورة بشعة عن الفن ككل، لأنه بأي عم شوفه بكل الدومينات، السفالة والتفاهة والعبارات الغير أخلاقية اللي عم تطلع على الهواء من أشخاص، من وزراء ونواب ورؤساء جمهورية، فلت الملأ. صار أي حدا بيقدر يقول شو ما كان، أي حدا بيقول شو ما كان لمين ما كان. سو وقتها توصل لهون بنصير برات مشكل الدراما والفن والإيجو، صرت بمشاكل شخصية، والمشاكل الشخصية صعبة وبشعة إذا مع كومبيتيتور لإلك. برأيك مين هي الممثلة اللبنانية يلي قدرت تبلش من الصفر بالفعل وخلقت لنفسها مكانة تحزيها عليها بعالم الفن وبتزقفي لها؟ احصد انسى، ما بشتهي مقتنع غيري، عرفت؟ بحلم انه بقول يا رب اعطيني وهيك، بس وعم بقولها وليترلي وما حدا يفهم بليز، يعني بتعرفوا شو فهموا اللي بدكم اياه. ماجي بغصن تحزديها، بزقف لها، بتزقفي لها. ماجي تعبت، ماجي كانت تطلع من لبنان على سوريا تاكل بالسياره، توصل على التصوير ترجع من هنيك. يعني عم بقول لك انا ما عملت الافور، يعني انا ماني عامله الافور اللي عملته ماجي صراحة، أنا ما عاملة التعب التعبت. وصلت مؤخرة بتقولي؟ لا لا، بتعرف أنت بهوليوود وبكل دول العالم على 40 بتبلش الخبرية. نحن هون ما عندنا روح المشاركة، نحن دائما في الأنا. هيدي الأنا خير بالدنيا. الممثل السوري في عنده المشاركة. اللبناني عنده الأنا، يعني ولا مرة كنا بهيدي النفسية الحلوة. دائما في باك جراوند مش أوكي. سو هيدا أثر علينا، ومع قلت لك مع هالفساد اللي وصلنا له وصل لمحل يكون في تلاسن بين بعضنا، وهذا الشيء كثير بشع. بقى ماجي بلاقي انسانه بلشت فعلا فروم سكراتش من الصفر وانطلقت، ونحن بنفتخر بماجي مثل كتار من النجمات بلبنان. نادين، ما في شك انه انت تربعتي على عرش النجوميه وتحديدا على عرش نجمه لبنان الاولى لسنوات عده. اليوم وبكل صراحه وشفافيه، مين هي النجمه يلي بتقولي انها زاحت نادين الراسي عن هالعرش واخذت مكانها؟ نادين جيم. نادين نسيب جيم. نادين نسيب جيم. بس انتبه، يعني هذا العرش والنجومية اللي أنا فيها أخذتها هلأ اليوم هي بنفس المحل نادين جيم، على صعيد اسم ممثلة ونجمة. حلو التصالح مع الذات، لأنه كنت حبي حدا يطلع يقول نادين الراسي مهمة. ما بعرف ليه ما بتطلع من تمن، أنا مزقفة للكل، كنت تروح يستلموا تروفي يكون أنا عم زقف، أنا مش مكرمة. ولا مرة لقيت حدا قاعد على الطاولة تحت عم يزقف لنا ولا الراس. حدا؟ نو. مين كان ينافسك بهالفترة نادين؟ أكثر اثنين أنا وسيرين. أكثر اثنين أنت وسيرين. أنا وسيرين، إيه. سيرين وين اليوم برأيك؟ حد معي. قدروا يزيحوها؟ ما حدا بيزيح حدا. إذا في إزاحة وإذا في ظلم وإذا في مافيا، والله صدقوني
نهايتكم بشعة وما بتدوم. قطع الأرزاق من قطع الأعناق. عم نوقف عند الجسم وعند الجسد وعند الجمال الخارجي، وين الإنسان اللي جوا تطلعوا فيه؟ ولا بس بترقدوا عليه إذا وقف وقالكم ارحموني يرحم موتاكم أنا جعت؟ مش معناتها سيرين جوعانة، عم بحكي سيرين الإنسان، عم بعطي إكزامبل. إذا في عليا هيدا الظلم وهيدا المافيا وهيدا الفيتو وهيدا اللي هيك، سيرين لو بدكم تعملوا عليا شو ما تعملوا حيضل سيرين عبد النور مثل ما كنا، مثل ما اليوم بنقول هند قبل اللمع ونادين الراسي نفس الشيء. مين النجمة بتعتذري منا اليوم بتقولي أخطأت يوما ما بحقها؟ سيرين أنا إيه شو بيك؟ قعد فلت الفانز هول الأخبار اللي بيعملوا اليوم أنا بعرفهم مش حلوين، ودوا لمحل مش حلو. بالعكس صارت لما شفنا بعض وحضنا بعض روحيا هذا كله بصير، ما بتعود تحس بالغيره حتى تتعرف الحب قد ايه كبير والمحبه قد ايه عظيمه وروح الله مهمه. صدقني مين مو مغار من سيرين؟ كل عمري بغار منها؟ ما بقى غار منها. ومنكفي بكتاب الشهره الخاص فيك ومننتقل لعالم المسرح عام 2007 و2013. بعالم المسرح نادين لك تجربتين، مسرحيه زنوبيا عام 2007 مع الرحابني، ومسرحية شمس وقمر للراحل وجدي شيا مع الفنان عاصي الحلاني عام 2013. بداية نادين، ليه ما عندك غير هالتجربتين بعالم المسرح؟ ما لقيتي حالك فيه؟ لا ابدا ما كان عندي الوقت، المسرح بده وقت، بده تفرغ تام وبده شغل وبده سهر وهيك، وانا كنت وقتها عم بعمل مسلسلات وعم جيب اولاد، يعني عرفت كنت بنفس الوقت انا عندي بيبي بالبيت وعم بركض اعمل، يعني كنت بالسنه اعمل تقريبا مسلسلين ومرات ثلاثه. بس نادين نحن بنعرف يعني بعالم المسرح اليوم اذا بدنا نقول الممثلين ونجوم عالم المسرح بفضلوا وبيميلوا اكثر لخريجي عالم التمثيل، يعني ما بيميلوا اكثر للمواهب والنجوم المعروفه. اليوم نادين الراسي لما دخلت على عالم المسرح بهالعملين تعرضت لتنمر او انتقاد بهالجهه؟ من قبل ما فوت، قبل عملت مسرحيه بس ما انعرضت اصلا، مش انا استبدلت، يعني جاب حدا محلي. كنت عم بشتغل انا روميو وجولييت، انا ويوسف الخال وسامة الرحباني، تمرنت 9 اشهر وصار اسامه يعلي بحب الطبقات العاليه، اكبر دليل هي بطواجي، يمكن هذا ولا مره حكين فيه باي ذا واي. سو اختلفت شوي انا واسامه انه ما بقى فيك بقى تضغطني هالضغط، يعني انا صوتي منه 4 اوكتاف، يعني في انت سمعت من الاساس، وغسان صليبه بولول وقت يغني اسامه بحب العالي، عرفت؟ دونك صار في هالكلاش ومعرض انا ويوسف الخال، كان هو روميو قصه روميو وجولييت. سو اخذت هيدي الزبده وهيدي الخبره بالغناء المسرحي وكذا، بس ما واجهت الجمهور. لما فتت على كليوباترا مع كارول سماحه، ايه في بعض يلي هو فعلا خريج معهد وما عم بيكون عنده الفرص، انه جاي انه الجميلات فاتوا على التلفزيون جايين الجميلات على المسرح، هي دائما كانت تهمه الجميلات، وهي لا هند قبل لمع ولا ورد الخال ولا رولا حماد ولا كارمن ولا حدا خريج معهد. مهم ما عاد هيك. سو هون بلشت انه هيدا اذا بدك تقروس، انه مثل وقتها فت على الدور. كنت تنزعجي من هالموضوع؟ اكيد كان يزعجني، بس هيدا اللي بقوله دائما، انه انا حدا تعلمت الصبر، فن الصبر بالحياه حلو كثير. وهالشخصية نادين بتشبه شخصية الملكات العظيمات يلي أديتيهن بعالم المسرح، ومنهم شخصية كليوباترا، الملكة كليوباترا يلي أديتيها بمسرحية زنوبيا، وأيضا أديتي دور نفرتيتي بأحد مسلسلاتك. صحيح، حواء في التاريخ، يعني حتى كليوباترا وتعرضنا عرضت مع كارول أستاذ منصور بدبي، عرضنا فترة وعندك جماهير يعني 5000 شخص، ومره راح معي الميكرو طالعه بدي اقول لها هذا ما كنت بعدي بتذكر اله، لانه من الصعب انك تلفظ اله على الميكرو وتوصال، لانه مرات بتطلع عندك هذا التراك اللي بقى صعب الحرف بقى، وبقول لها هذا ما كنت هذا ما في حدا، ما في بطاريات، بقى بكرج لعندها لكارول بلقطها فستانها، وانا المفروض كليوباترا ما بدق فيها لزنوبيا بلقطها بقرب تمي على تمها وبحكي الحوار تبعي، بقى العالم زقفيت وسامع عم ينط من هوني، شو بدي اعمل؟ بدي اقول الحقيقه وبرمت وكذا وعصبت، بوصل لفوق شوف الحظ بطرق المسبة انا ونازله من الدرج، بضرب لك هونيك مسبة بدور الميكرو. منيح اللي بدبي، لو بلبنان منيح ما كان في تيك توك، وحيت الله منيح ما كان في تيك توك. بريف انه تعلمت قصص كثير حلوه، حتى اخطائنا على المسرح اذا ما بتكون انت معها وفيها وتعشقها وتقدمها بخطأها بتفوت بالحيط، بتحس حالك قادر تتحدى الكون على المسرح. انا خفت ادمن
لأنه عارفة أنه أنا ببلد ما كتير إلي حق أطمح. وإذا بدنا نحكي عن الملكة كليوباترا، إضافة لجمالها كانت بتتميز بشجاعتها يلي خلتها تخوض العديد من الحروب لتقدر تأسس إمبراطورية صحيح. قوية. كم مرة نادين الراسي كانت كليوباترا بحق مسيرتها وخاضت إذا بدنا نقول حروب لتحافظ على إمبراطورية التمثيل يلي خلقتها لنفسها؟ لا بقدر أقول لك أنا هلأ في يكون كليوباترا، لأنه عقد ما أنا جرأتي كبيرة عقد ما صارت ثقافتي ووعيي قادرين يستوعبوها وألمي ووجعي وكل شيء. قبل لا، قبل كان عندي شجاعتها بس ما كان عندي ذكائها. وبقصة نادين الراسي في حدا حاول ينهيها؟ للأسف. مين؟ لا ما بقول. كتار؟ لا. لكن حاولوا قتلك؟ ما صارت الشغلة، بس أنه إيه في صار هيك. ليك بتعرف شغله، حياه مرات بتكون انفير، صراحه بتكون انفير. ما في انسان بيقدر يكره انسان او يحاول او يجرب يقول انا بدي يكون ممنوع موجود بهيدا الدنيا وان شاء الله بيموت ويدعى هيدا الدعوه اذا هو مرتاح مع حاله ومع ربه، ما بيقدر يقولها. بقى صدقني والله والله انا هلا وصلت لمحل بقدر بارك اللي عني وسامح اللي اذاني واهرب من اللي بده يقتلني، لانه هلا صرت افهم انه في عنا ضعف، في عنا حياه غير منصفه، في اشي انا حققتها هالانسان اللي كرهني ما قدر يحققها، الحياه ظلمته، كامل اللي عندي فرجي النقص اللي عنده، وانا ما قصد تكون كامله كرمال فرجي انه هو ناقص. بتخافي من النهايات نادين؟ كنت، هلا لا، بالعكس صار عندي الانسان بس يكبر بصير انه شو بعد فيها هالدنيا؟ لا 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 لا، هي شو بدي فيها؟ ايه هي عملنا اللي بدي اعمله، بدي اتحقق، انا عم بتحضر لبعدين. شو ناطرني؟ كله بدي أقولها نادين قالت ما في جهنم، ولك جهنم اللي نحن عايشينه، الشر ما عارف يتملك فينا غير على الأرض ورح يتملك فينا بس على الأرض، وما في يجي نوم يقول لك سنغلب الشر وانت ما فيك توصل لمحل تلاقي الدنيا كلها بيضة، ما بنضحك على بعضنا، ما نحن مش بيض، عم بحكي عن حالي، أنا ماني بيضة. بالعودة لعالم المسرح ما فينا ما نحكي أيضاً عن مسرحية شمس وقمر، كمان أثار وقتها بلبلة كتير كبيرة موضوع استبدال النجمة لطيفة التونسية فيكي لبطولة هالعمل، صار في أي تواصل بيناتكم بعدين؟ ليش بدي سم؟ بس لأ أمبلا، أي حدا بتقول له هي جملة إنه استبدلوا لطيفة التونسية فيكي رح تقول لك إنه إيه وكذا، هي أنا إذا بتحكيني من قبل كان ممكن انجرف بهيدا الشيء، وهيدا الشيء اللي انحكى انه استبدلت. في ظروف بتصير مع الناس ما بتركب، بيجي بديل، بس بحب اقول للي صيد كثير بالمي العكره وللي حتى ناس من محبتهم لإلي. بالفعل صار في كثير حكي على هالنقطه. دغري تم الاتصال بيني وبين لطيفه من وقت ما جيت من الموعد قبل ما اقول اوكي، لما حكيت انا ولطيفه وعرفت بعض الاسباب وشو صاير معه وكذا وكذا وكذا، قلت له بوقتها كان معي حدا، قلت له بدق له للاستاذ وجدي شيا بتقول له اوكي، لانه اذا طلع علي الضوء بدي اقول لا، اجوا بالليل الساعه 1 مضوني. نادين على سيره الفنانه لطيفه التونسيه، شفت الفيديو يلي اثار ضجه واسعه بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشيء اللي صار بينه وبين الفنانه اليسا؟ ثقيله ثقيله لطيفه. ليه؟ ما بحبك. ما حلو، ما بعرف شو عملت على المسرح، انه ليه اللي عملت هيك؟ عم نحكي تحديدا بتريو نايت اللي صار بالرياض. خلا عن جد وحيت الله، اليوم اي حفل بدك تشوفه باي بلد عربي مين عم يغني؟ في كثير عندنا نجمات، نانسي، نوال، نجوى، هيفا، نيكول سابا، سيرين عبد النور، هو كلهم شو؟ لبنانيات. ايوه كتر خيرك، بقى ما بقى حدا يقول لي انا قبلك وانت بعدي وانا بعدك وانت قبلي بلي هون الحركات، نحن بلد كتير صغير ايه بس مفعوله كتير كبير. زعلت من لطيفه انه شو صار، ليش عم تتسائلي علي على المسرح؟ مش برمت الوراق؟ انا شفت، انا حضرت تبرم وتطلع لسه بدها تقرب، شو اصلا برمت من ورا جاي عم تلقطن انه عملت شو هالمسرحيه هي؟ ما حبيت لا، بس انه اليسا فظيعه. لو كنت مطرح اليسا شو كانت ردت فعلك؟ نفس الشيء مثل ما عملت اليسا، اليسا لبنانيه بيور. خلينا ننتقل لمحطه جديده يلي هي للدراما السورية عام 2013. نادين عندك أكثر من تجربة بالدراما السورية بمسلسل سنعود بعد قليل ومسلسل الولادة من الخاصرة، بالإضافة إلى حدوتة حب والحب جنون، أي أكثر عمل بتقولي تفصل على قياسك؟ ولا واحد. ولادة من الخاصرة كان رشا شربتجي عاملة أول جزء والثاني، أنا رحت على ثالث جزء. وسنعود بعد قليل أنا انبسطت بشغلي لأنه أستاذ دوريد لحام هو مفروض بيي، سو أنا بحكي مع أستاذ دوريد شامي
وبحكي مع جوزي داغر لبناني وبنتها لبنانية، وكان كاستنج البنت اللي جابوا لي اياها بوقتها عمرها شي 22 سنة، يعني عمرها 22 سنة 23 سنة، وانا ب 2013 من 10 سنين، يعني كان عمري انا هلا عمري 44، يعني كان عمري شي 34. قدرت اديت بشكل كثير حلو لانه فعلا انا شفت البروفيسيوناليزم، يعني المهنية والاحترافية. تعلمت كثير من الدراما السورية، تعلمت كيف فوت على الداخل تبعي، لانه انا اري ستانسلافسكي بس انا ماني دارسة فنون، وهن يعني اسم الله وما شاء الله عليهم، لانه دولتهم ولانه الرئيس بجيب لهم اهم، يعني ميريل ستريب تعمل لهم ورك شوب بالجامعة مع بس الخياط وقصي وعابد، يعني مخبريني قصص بتوقف شعر المخ، كان لإلي إضافة كتير كبيرة عن جد. نادين، مين الممثل أو الممثلة السورية بتقولي هني أصدقاء إلي على المستوى الشخصي؟ قصي خول، يعني قصي الشخص الوحيد، الممثل الوحيد يلي مرة عزمني على العشاء ورحت لعنده على كان برويال، كان عنده تصوير، نزلنا قعدنا بالريستو وتعشينا أنا وياه تت أتت وحكينا قصص هيك عن حالنا، كان أول مرة نحكي قصص عن حالنا. شاركته ممكن إيه لبعض. أكيد. إيه. نادين، بكل صراحة والعالم بيطرحوا هالسؤال، مين نجح أكثر برأيك، نادين الراسي بسوريا أم كارس بشار بلبنان؟ عملها حسابية. من أي ناحية؟ قد إيه عدد جمهور سوريا؟ أكثر بكثير من لبنان. طب خلص أنا فت على هيدي المقص. فإذا بتقولي نادين الراسي بسوريا؟ رح أقول لك ليه، مش كراس ولا غيره، ممثلات وديما قندلف، يعني وحوش سلافة، وحوش أكيد ما في شر بكل معنى الكلمة، وحوش. أنا غير، والله أنا غير. كراس بشار بلبنان مثل نادين الراسي بسوريا؟ إيفريوير. أنا عم بس تقول كراس بشار أو تقول نادين الراسي، لأقول لك ليه؟ مش لأني عاملة عمل أكثر من كاريس ولا لأني أشطر منها لكاريس. لكن كارديشن بس مع قياسات صغيرة، الناس بتتعاطف مع شخصي قبل شخصيتي. من هيك عم بقول لك ما بقى تحطني حد حدا، عن جد بكون ظلم بحقهم وبحقي، لأنه مش من حقي أجي أنا أتعلى وأقول لهم أنا نادين الراسي، أخت جورج الراسي هي ما تنسيها أبدا، ما هيدا كريدي منه مسحة، وعم بحكي الواقع والحق، مني أشطر، محبوبة أكثر إيفريوير. وإذا بقعد ما بنتصر. ومع نادين الراسي خلينا ننتقل لمحطة جديدة وعنوان آخر، كمان حققتي فيه نجاحات كتير كبيرة، الأعمال العربية المشتركة. كنت من الممثلات اللبنانيات السباقات يلي شاركوا بالأعمال العربية المشتركة، وتحديداً بمسلسل الأخوة عام 2014 و2015، ويلي جمعك بالممثل تيم حسن، باسل خياط، محمود نصر، قيس الشيخ نجيب. اسم وشهرة نادين الراسي عطوا باس للممثل السوري للدخول إلى العالم العربي؟ لا أكيد لا، بقدر أقول شغلة إيه أكيد، الأشخاص اللي تعملت أنا وياهم مع بعضنا كان دايماً في هيك في نفس يبقى حلو وقت أكون أنا سيريسلي، وهي بسمعها من الكل من الكل. أنا بخجل أقول مين بحب أكتر من التاني، يعني قلت لك قصاي، بس مثلاً تيم حسن هو اللي قال لي إنه قال لي أنت بك تطلقي والله، وحتى قال لي شغلة، قال لي المشكلة مش فيهم، المشكلة فيك. قلت له كيف يعني؟ قال لي قد منك طبيعية وحقيقية تفضح الفيك يلي فيهم بيصيروا ما بيحبوك. اف، خلينا نحضر هالفيديو نادين ومنتابع. نحن الدراما تبعنا بتكون ضعيفة، مشان هيك المشتركة عم بتكون قوية، لهذا هو السبب، لأنه عم بيجيبوا أسامي كبيرة. لأنه في بطل سوري في الدراما المشتركة؟ لأنه في بطل سوري وبطل مصري وبطل لبناني وبطل تونسي وبطل. بس مين قاطف الحصة الأكبر برأيك؟ بالبدايه كان عطف البطل السوريين اكيد، ما هن اللي عملوا لنا الباس لنفوت على الدول العربيه بالاعمال المشتركه. ايه طبعا ان شاء الله ما قصه بكون. الممثله ورد الخال وباطلالتها معي بالموسم الاول من كتاب الشهره قالت انه الممثل السوري اعطى الباس للممثل اللبناني ليفوت على الدول العربيه. الا كيف شو حبيبتي ورد، يمكن عندها انتبه، عندها وجهة نظر، وورد على فكرة أذكى مني. أنا بنظري ما حدا بيعطي باس لحدا، كل إنسان بيخلص نفسه بنفسه. أنا صورة للدراما اللبنانية، ما بقبل أقول حدا عمل لها باس ليه؟ لأنه وكأنك أنت كمان نادين من اللي قطعني لهم باس. إيه لا، أنا بقطع بخمس مشاهد بسرق المسلسل كله. فإذا هي دايرة أنا ما بشتغل مع أبطال، بيحطوا حتى ببيروت مع عابد ومع سلافة ومع معتصم اللي ما قاله زمان يعني بالدومين، ان شاء الله عن جد بتمنى معتصم يصير مثل تايم او عرفت ما صار. صار ما انا عم بسال، يمكن انا ما نمت. لا اكيد لا، لا اكيد لا. دونك
وطلعت نادين عملت كم مشهد، انا مثلت نفسي. مجرد ما مثل نفسي وانا تابعه لهيدا البلد مثلت درامتي صح، وكان شاهد مش حاطط لي صورتي وحاطتين لي اسمي رابع اسم لانه معتصم ما قبل اف اي بالنسبه لقلتو عن جد حياتي خلص هون عندك شاهد صارت حاطه صورتي والاسم. عرفت علي؟ بيقدر يفرض شروطه على مسلسل في نجمه مثل نادين؟ صارت معي صارت معي وقالوا لنا ماضيين معه قبل وانه بده. قلت لهم وشركه انتاج لبنانيه؟ لا بيروت 303 من انتاج لبناني اكيد صباح. ما عندك عتب عليهم؟ ابدا ابدا لا بياخذوا عقد يعني. عرفت علي؟ انه عقد ما هو بيفهم كيف عم بي هو مش هيك مرتاح. النتيجه كيف كانت؟ خلينا نشوف هالتويت ونعلق عليها. بيروت 303 يعتبر عمل ضعيف بكل شيء ومش رح ينذكر بارشيف ابطاله خصوصا سلافة معمار وعابد فهد. وباختصار يقال انه اكثر حدا استفاد من هالعمل هي نادين الراسي بعد غيابه قدمت اداء جيد. على مين بتكب اللوم نادين؟ على هالخبصه اللي بتصير وقت نبلش تصوير. انا برايي كل شيء بينلعب فيه ما بيزبط، يعني التهوا بقصص بتخيل كان مفروض ما يلتهوا فيها. انا عم بحكي بكل صدق نيه وبكل حسن نيه وبكل طيبه صدقا. انما نادين استفادت من المسلسل قطفته. قطفتيه؟ ايه مزبوط. إيه كم مشهد عندي فيه؟ كم مشهد؟ مش كتار. لانه اول ما تروج للعمل مش كتار تروج على اساس سلافه معمار وعابد فهد ومعتصم النهار. ومعتصم النهار يعني العالم ما لاحظوا اذا بدك بعمليه الترويج وجود نادين الراسي بقوه. امتى لاحظوا وجودها؟ من بعد ما خلص العمل. صح. من بعد ما خلينا نقول من بعد ما خلص العمل. واذ بالعمل ما فينا نقول انه فشل بمحل، هيدا رايه، بس ضوى والناس كلها حكيت فيه. وهيدا مين بيكون استفاد من العمل، انا ولا العمل استفاد من وجود نادين؟ العمل استفاد من وجود نادين. يا ريت تعيد صياغه الكتاب اللي مكتوب لانه مكتوب غلط. بسنه 2016 نادين شاركتي ببطوله مسلسل جريمه شغف مع الممثل قصي خولي، باسم ياخور ونخبه كبيره من اهل الفن من سوريا، لبنان، مصر. هالعمل بيطرح قضايا الحب والخيانه والغدر. كم مرة انخانت نادين الراسي بحياتها؟ ما بينعدوا. كتار؟ ايه كتير. وانت كم مرة كنت خاينة؟ كل مرة كنت انخان. بترد الخيانة بالخيانة؟ ايه طبيعي. شو فكرك الخيانة بس هي علاقة جنسية؟ بتقدر تخون انت بنظرة، بلفتة، بتليفون، بكلمة. خنتي حالك شي مرة؟ خنت حالي؟ لا لا لا، انا كتير كتير مع حالي متصالحة مع متصالحة. بخاف مني. شفناكي نادين خلال رمضان الفائت بحضورك بحفل إفطار إيجل فيلمز، والمعروف عن هالشركة حبها للثنائيات النسائية. يعني شفنا لسنوات طويلة الممثلة ماجي بغصن إلى جانب سيرين عبد النور، باميلا الكيك، جاسي عبدو، وآخر سنوات الثنائية اللي شكلتها مع دانييلا رحمي. هل صار وقت تستبدل دانييلا رحمي بنادين الراسي إلى جانب ماجي بغصن؟ ليش لا؟ إذا في شيء حلو ينشغل ليش لا؟ ليش لا؟ حتى دانييلا يمكن بالكواليس؟ يمكن دانييلا كمان لازم تعمل شيء بركي لحالها، يمكن ماجي هلا بدها تعمل شيء لحالها، يمكن أنا يكون عندي شيء لحالي. لأنه يقال إنه في عودة للموت بجزء الرابع وأنت موجودة فيه. إن شاء الله. انطرح عليك العمل؟ لا بعد لا، لا، في شيء ثاني يعني، بس إن شاء الله إذا في للموت أربعة. وأكيد بقرأ إنه بالنهاية نادين جابر كاتبة رائعة. وماجي وجمال عم ينتج، يعني بعرف حالي إني أنا ماني رايحة أتبهدل. عرفت؟ بتقولي من بعد هالعمل دانييلا صارت تنافس نجمات لبنان بالصفوف الأولى؟ دانييلا حبيبة قلبي وأطيب من هيك ما في، وإجت لعندي على البيت وفعلا هالبنت من جوا بتحبني. أنا لا أقدر طمن بالي عليها وإلا يلا أقلعي الطائرة جنبه وانتبهي انتبهي مني، لأنه نحن بدنا نتنافس، بصير بدي انتبه على شغلة تبع شغلي. بدي أشوف دانييلا بمسلسل لألها من بطولتها. طبعا بقى إن شاء الله بشوفها لدانييلا بمسلسل تكون كتف شيال تقول لك ايه هي نجمه عم بتصارع، لانه في نجمات كثيره، رانيا عيسى، دريده خليل وغيرهم، ما بيقدروا يعني صار منا بحلبه المصارعه، بس موجودين صح؟ سو انا بالنسبه لي دانييلا بس دريدة عملت بطولات ايه، بس انه ما يعني بتخيل ما قدرت تنافس. انا بحكيك صراحه لا. خلينا كمان هلا ننتقل شوي للحياه العاطفيه. ما فينا ركزو. نفتح كتاب الشهره الخاص فيكي طبعا، ولو انا مشهوره بكل شيء وما نوقف على محطه
الزواج. مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة، أنت تزوجتي للمرة الأولى من السيد حاتم حتشيتي بسنة 1996 لما كان عمرك 17 سنة. شو؟ في ارجع اخد معي الحلقه يا اخي، يعني هاي قصه حياتي. هيدا هو كتاب الشهره يا ردي. وانجبتي منه ابنكم الوحيد مارك، الله يخلي لكم اياه. شو كان سبب زواجك بهالعمر الصغير نجم؟ حب. حبيتيه بهالعمر؟ كثير يا ويلي. واهلك ما عارضوا؟ يي كانوا حيطلوني، ما انا هربت. هربتي معه؟ تندمي على هالخطوه؟ يا دلي لا، يقبرني حاتم ابن 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 البيت. بحكيك صراحة، حكيني، ما حدا بياخد محل خيي جورج، بس إذا بدها تكون كاملة السفرة بيكون عليها حاتم. وليه أخذتوا قرار الانفصال وقتها؟ كنا صغار. كنت كثير صغيرة، يعني نحن تجوزنا أنا عمري 17 سنة عمري 21، كنا كثير صغار، ودغري ربنا عطاني مارك، والحياة كمان تعبتني، بس كان عن جد طلاق غريب، يعني رحنا قريبين عند الخوري فكرنا جايين نتجوز. أنا وحاتم فعلا طلقنا، إنما هو رح يضل الزوج الأول والأخير لليوم. هو تزوج رجع؟ لا إن شاء الله يا رب. علاقة كتير حلوة بتربطك بابنك مارك. أيه. قدر يكون مارك سند لنادين الراسي؟ ليك كلمة سند كبيرة كتير، خاصة من بعد ما راح خيي. بعد مارك هو الحجة إني أتنفس. الله يخلي لك يا نادين. بقى مجرد ما عندك حجة تخليك توعى وتصبح ربك، هي بعد أهم من السند، إنه يكون عندك الويل، الناس اللي بتعطيك الاندفاع، بهيدا الإنسان هو قوتك. ومش بس مارك، انت كمان عندك مارسيل وكارل يلي انجبتيهم من زواجك الثاني عام 2005 قبل ما يتم الانفصال عام 2016. تنزعجي لما ترافقك صفه مطلقه؟ لا ابدا. لا، شي مره سمعتيها طنت هيك بدينتي؟ بلا ما تطن، ما هي بتنكتب الطلاق ومطلقه، وفي ناس تقول انا مطلقه، انه اكيد ايه، بس هي بتاثر. انتبه بالمجتمع بلبنان أو بأي بلد إن كان، بتأثر حسب الناس. مطلقة إيه؟ إذا هيك بده يسموا مطلقة. عن جد ما بعرف كيف تستبدل، لأنه منا حلوة، منا حكر بس على اللي تزوجت، لأنه قبل فعلا كانت البنت تصير سيدة ببيت زوجها، وهذا اللي صار أنا مع حاتم. وبقول لك هذا الأول والأخير، لأنه هذا صنون الزواج. بعد الكنيسة بعد المباركة تمت هالشراكة الجسدية والروحية. نادين، ما بدي أدخل بتفاصيل هالزواج وسبب طلاقه وغيره، بس اليوم أنا وجمهوري منسأل نادين، عم تقدر تشوف كارل ومارسيل أو بعدك منك قادرة تشوفيهم؟ مش مني قادرة، أنا ناطرتهم، بس هن ممنوعين. تعرف هذا اللي بيلقطك وبصير بده هيك يعمل لك على جرحك، ينخر بعظم. إيه، قمت أنا شو عملت؟ لقطت الزميل وغرزته منيح، أف هالقد الوجع، بس غرزته. ممنوع بقى يحركه لا شمال ولا يمين إلى أن ربنا يريد إنه يشل لي من قلبي يكون شيء. بتخافي يكبروا الأولاد؟ كبروا وما يرجعوا لحضن نادين الراسي؟ أكيد إيه، بس مش مشكلة، في حياة أطول من هي. برأيك أي صورة مزروعة براسهم عن أمهم اليوم؟ أنا كنت أضربهم هالقد؟ إيه، لأنه بحلقة كانوا بدهم يجيبوهم، تواصلوا معه وحدا من الأولاد قالوا لا، لأنه كانت تضربنا، بدها تيجي تعتذر منا لأنه كانت تضربنا، فهيدا كان الشرط وما حق عمله، لأنه ما كنت أضربهم سنوي. أنا ولدتهم، الله أعطاني هن إلي، وربنا إذا شايف هالولاد خلفة صالحة وقدر ينجيهم من الأشياء اللي ممكن تنزعهم بالحياة، أنا جهزت لهم، وإذا شايف إنه لا على أمل العودة قريباً. يا نادين، بدي أطلب منك تطلع على الكاميرا ونفترض إذا بتحطي كارلو ومارسي، لا لا، نفترض إنهم هني عم يسمعوك ويحضروك، شو بتقولي لهم؟ شيء أنت منك قادرة تقولي لهم إياه وجهاً لوجه؟ بتعرف ثقيل شغلة عن جد، إنه ليه أنا بدي أقول، وعندك طرف تاني بحق له كمان يقول يمكن ليبرر حاله، بكون عم بظلمه بمحل. هذا إنسان أنا لأول مرة، لأنه وصلت بقناعتي لهيدا الشيء بفترة كرهته، هلأ لا ما عبالي أقول، لأنه أنا بعرف شو يعني ظلم. أنا انظلمت، وأنا يا ماما مظلومة، أوكي؟ فيكن بس ما في شيء بيظلمني، وظلمت حالي لأنه أنا ما بحب حدا يلقطني من إيد اللي بتوجعني. بس هيدا الإنسان أنا قضيت معه أيام حلوة، عملت معه هالولاد وهيدا العائلة. أمه لليوم بشتقلها، يلي هي عم تربي الاولاد، واللي كان لازم انا بقول انه تشحطه له، تقول له ممنوع تحرم نادين من الاولاد. ام بالنهايه بتعرف قدام ولادها بتضعف، ما في الا شيء. سو ما رح اقول شيء،
لأنه بكون عم بلش عايش بين مرحلة ظلم بمكان ما، أنه أنا تحت الضوء قادرة بين حقي وأنت منك قادر. والعفو عند المقدرة، شو ما قلت وشو ما عملت وشو ما صار، إيه كرهته بمحلات وتمنيت له الموت لأنه عولدك بشعة ومرة وصعبة كتير، إلى أن وصلت لمحل من بعد ما خي انتقل أنه لا، ليه بدي أعمل هيك؟ إذا أنا هالإنسان ما اتفقت أنا وياه، نحن عملنا شيء حلو كتير مع بعضنا، صح؟ خلينا بالحياة التانية ربنا يجمعنا، ويمكن ما يجمعنا، يمكن ما يكون هو أهل ولا أنا أكون أهلي، وأولادي في الله، وهو ما لح أقول اسمه، كنت بقرر ما أقول اسمه، وأنت يا جسكار بي، وعندك أم، والأيام قليلة والعمر قصير والحياة ما لها معنى، والحياة صعبة بما فيه الكفاية تنصعب على بعض. اللي كانوا طولهم هالقد صاروا مترين، إذا هالشي بيريحك إنك تضل حرمني هن وإنت هيك بتكون مرتاح، أنا بحب إلك إنه نهايتك ما حتكون حلوة، وأول إنساني حأبكي عليك لأنه بكره إني حب حدا بالحياة ينجرح أو ينأذي. يا ريت صار له شيء وقتك تكرهنت وهلا بطلت. هو والله يا بيقول للأولاد الحقيقة اللي أنا أخطأت فيها واللي هو أخطأ فيها وبيجرب يظبط الأمور، يا أما منك لله يا حبيبي منك لله، والشكوى ما تصحش أبداً إلا لله. على أمل اللقاء القريب نادين، خلينا نرجع شوي لحياتك العاطفية، ما بقى بدي بكتير كتير يا نادين. خيي حياتي دراما. اليوم انت اليوم نادين انت بفترة استراحة وعايشة على الآخر مثل ما شايفين. هل قد نادين الحبيبة إذا بدنا نقول صعب التعامل معها؟ لا والله، هو بتعرف امتى بصير صعب؟ من ايدها. من ايدها ليه؟ لانه بتعطي كثير، بصير صعب لانه بعطي وبعدين بصير حط فريمات. بصراحه كل الرجال يلي مرقوا بحياتك ما قدروا يستوعبوا نادين الراسي؟ لا ولا حاتم من بلا. نادين مكفين بكتاب الشهره الخاص فيكي، ولكن رح نطلع تاني فاصل اعلاني ومنتابع. كافين معكم مشاهدينا كتاب الشهرة الخاص بالنجمة نادين الراسي. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة نادين. مكتبة مش كتاب. عن جد موسوعة نادين. وصلنا هلأ لفقرة إيل وقال، أقاويل تصريحات تغريدات على السوشيال ميديا بدك ترد عليهم. ما هو هذا الإيل، ويمكن يكون تصريح لك بدك توضحي تصريحك بهالفقرة. جاهزة؟ معك بالأمان. معي. روح يلا. أول نقطة بإيل وقال، نادين الراسي تضع مواصفات جديدة لحبيبها. بأحد المقابلات يلي أجريتيها تحدثتي عن مواصفات الشاب يلي ممكن ترتبطي فيه بالمستقبل، وبتقولي إنه بدك شاب حلو مثلك، بركي هيك بخفوا عقده. ما أنا عم صعبة للمواصفات. بس كأنه في لطشة يا نادين. لا هيك انفهمت، بس والله لا، تتعرف شفت إنه نحن بالنهاية بشر، لأنه هيدي اتهمت وكأنه عم قول كان بشع وهلأ بدي حدا حلو. اللي كان إذا حدا شافه بشع من جوا حدا كتير حلو، عرفت؟ بس بدك إياه حلو من برا كمان. هلأ لا لك ليه؟ لأنه في عن جد هيدي الشغلة إذا هو ما كان عنده إياها اللي حواليه، أنه كيف تقبل أنت هيك؟ بيقولوا لهي أنت لا، كيف أنه ما هي بيهتموا فيها أنت لا، بفوت مثلا بلاقي العين علي نيالك أنت فيها، أنه حلو عن جد. وأنا كنت أكره الشاب الحلو، ما بحب، لأنه ما بحب هيدا تبع أنه أنا فتت شوفوني. بتحبي أنت تفوتي وتقولي شوفوني؟ عم أقول لك بصراحة. سو لا، خليني أتحمل أنا هيدا الشيء، بخف هيك بخفف عن حالي القصص اللي كانت تصير قبل، لأنه هي من الأشياء عن جد اللي كان يصير فيها كتير مثل مشاكل. بس بتقولي نادين كمان شهرتك كانت عائق أمام استمرار أي علاقة عاطفية؟ لا، إنه مثلاً الشريك أو الزوج أو الخطيب ممكن يحس بغيرة إنه هو زوج الست أو زوج الفنانة؟ هي سبب من الأسباب الكبيرة يلي صارت، خاصة ديفورس التاني اللي صار. زوج الست نادين كانت تزعجهم؟ هي إيه؟ كم مرة حبيتي نادين فعلياً؟ لا دايماً حبيت، كل حب له القصة تبعه، له الميموريز تبعه، وللأسف في الباد شابتر. يعني بتمنى حدا يكون حلو لأجرب خفف من أقل أضرار ممكن، لا أقدر كمل بعلاقة مع حدا كرمال آخر تعم لك هيك طلعت، بس إنه هالمني بوارد هلأ أبدا. خلينا ننتقل نادين لنقطة جديدة، نادين الراسي بملامح مختلفة جدا وشفاه ممتلئة كثيرا، الجمهور لم يتعرف عليها، نشرتي هالصورة على السوشيال ميديا، يعني حتى البعض ما قدر يتعرف. رح خبرك شغلة، صورت
مكتره رموش وفي في ابلكيشن بتحط عليها فيس اب برافو بتحط هوليوود ما بعرف شو قمت فتت طربتها وحده هوليوود منيح شو بيعمل هوليوود اللي دارج يلي كل راح عمله وصدقا انا ما عملته يعني وقت عملوا لي بدبي رجعت دوبت تعرض الحنك كفر الشفاف عرض هول الخطوط عرفت سو صار مثل ما الكل بيعمل بقى طلعت ميلانج عن نادين نجيم وعن ماجي وعن دانيلا رحمي العينين وجمانا يعني جمعت الكل بصوره عارف انا شفتها كثير حلوه ما قدرت اعصابي تنزل عرفت علي بس نزلت كتبت وتعرضت له نادين الراسي رحمي غصن عبد النور نجيم بصراحه نادين ما عاد استعمل فيس شو اخر عمليه تجميل اجريتيها؟ قبل ما نعمل الدعايه اللي عملتها لدكتور ميشيل اخر شيء عملنا الشفاف دوبنا لانه بمحل بتعرف قبل كنا بيرمننت فيلر طلع عندي بيرمننت بهيدي الشفه وشيء غريب انه شفه ايه شفه لا بس بعده ميشيل مصر نقدر ندوب اذا بتقرب تنتبه ما في شيء سميك سو دوبت ورجعنا زبطنا الشفاف وبوتوكس حوالي الوجه بس مانك خاضعه لعمليه عمليه لا وانا حلوه من يوم يومي نادين بتقولي انه الظروف النفسيه اللي مريتي فيها اجبرتك انك تاخدي ادويه وبالتالي هالادويه اثرت على ملامحك وغيرت من شكلك بعدك لليوم عم تاخدي هالادويه لا ما اثرت ابدا صرت جره غاز نقص الساعه ما اقدر بكر شوز لانه معوده انا اني رفيعه لا اكيد اكيد وقفتهم واكيد اخذتهم وبفتخر اني اخذتهم لانه السبب كان اذا بتاخديهم بتشوفي الاولاد نحن عم نحكي بتشوفي الاولاد اي ام بتاخذ منها اولادها بتجن كتر خيرك يا رب وقفت وكتر اليوم. خير مش بس ربنا دخيل اسمه وعبيده والناس وقصر العدل والقاضي لو ما قدروا هالانسانه خوتت هالخوته لانه بتاخذ اولادها من بين ايديها يعني ما بعرف شو كان لازم يعملوا فيني سو كان لازم اخذ الدواء واخذته مع بسيكولوج مع بسيكياتر ومع القاضي جوبل ابي حيدر وتابعوا لي حالتي النفسيه وصرت كثير ناصحه لا شغل ولا اولاد قلت انا لا دي ولا ده وقفنا ورجعنا رحنا عند بسيكولوج ورجعت لحياتي وعلى ادويتي العاده اللي باخذهم الطبيعيه اللي منها ادويه اعصاب بعد خي اضطريت مبلا ارجع اخذ كم حبه فترات كثير ستريس بقى هلا بقول كتر خيرك يا رب قادره بليها بس ما بيعني انتبهوا من مش قرف انه لا ليكو انا ما باخذ دواء لا سمح الله اذا اي شيء بياثر على نفسيتي انا دغري بروح عند البسيكياتر وبتابع وباخذ حبه الدواء لانه القلب بيتعب والكلوي بتتعب ولو على حساب جامعة حرام نقطه جديده بقيل وقال بعد تقديم واجب العزاء بوديع جورج والصوف نادين ترقص باحدى السهرات صح. بهالمقال نوعا ما انتقدتي انه انت عزيتي بوديع جورج والصوف الله يرحمه ومن بعدها رحتي سهرتي بحفله للفنان وائل جسار شفناكي يا نادين الصبح متأسرة برحيل وديع جورج والصوف وبالليل شفناكي مبسوطة وعم ترقصي وفرحاني شو ردك على وائل عم بغني على المسرح وكمان كان زعلان الحي أبقى من الميت وهذا اللي الوصوف ذات نفسه اتبعه من بعد ما ابنه انتقل كمان كمل حياته وطلع على بلاد بالخليج ووقفوا على خاطره وعمل حفلاته وعلى وجعه وعاضد وعم بيكمل وهالحياة أنا نزلت وقفت على خاطر الوصوف عقد ما بقدر أوقف لأنه هيدا حالي ما بقدر أحملها وشاري مار كمان ورحت وقفت حد لوائل عاد لأنه لما اتصلت بوائل قلت له عبالي اسمعك كتير بشوف فيه يقبرني الله يعطيه العمر بشوف فيه خيي الله يرحمه جوي وبقول له لأبو وديع الله يصبر قلبك وما في شي حيوقف ونطرينا هونيك بقى اللي بيحب ينتقد ما يظهر اللي بيحب اللي مزعجه أنا كيف عم عبر عن حزني يروح يلطم وإذا اللطم فاده ورجع اللي راح إلا عن أمي ما راح ألطم من اليوم ليوم اللطم بتحبوا تتقلدوني جربوا بتحبوا تنتقدوني مشكلتكم ما تعيشوا مثل ما أنا عايشة نقطة جديدة بقيلوا قال نادين الراسي لا تبيع لحمها هالمقال اتعنون بمجلة الجرس بسبب فيديو نشرتيه أنت على السوشيال ميديا هالفيديو نشرتي وثقتي لحظة خضوعك لعلاج فيزيائي بعيادة ابنك مارك يلي افتتحها مؤخراً ظهورك بهالشكل يا نادين ما مر مرور الكرام عند العالم وتعرضتي لانتقادات كبيرة وشو حبيت أساوي نضال بطرح العنوان لأنه أصلاً إذا بتبيع لحمة بتعمل عليها شوربة عظام من الآخر لما تنوعده
هذا الشاب اللي شافه اللي عم بيعمل لي فيزيو لأمه يلي مات عضل جسمه كله لأنه كرهت الحياة والحركة بمكان ما، هذا ربيته أنا 5 كيلو، تعملته حكيم تفوت على كلينيك وأقدر أقول له يا ماما أنا موجوعة ويقدر يهتم وأنا مقهور قلبي أني عم تعبه، هيدا أغلى وأتمن وأعظم من أي شيء، وما بقبل أصلاً أعتبر اللي نحكى غبرة. هن شافوني دوني وظهر وعم نشتغل فيزيو. على فكرة الفيزيوثيرابي شغلة كتير مهمة تنتحيش عملية عظم، ينتقدوا قد ما بدهم بس نصيحة نصيحة قبل ما تروحوا عند حكيم وتبلشوا تشقشوا بنفسكم العملية اللي هي الديسك اللي ما تشيلوها بليز، مش عند ابني روحه. الفيزيوثيرابي بتخلينا نفسيا وروحيا وجسديا والدم والإنفلاميشن كله يمنعنا ويأخرنا من إننا نفوت نخضع لجراحة، وهيدي نحن الطب عنا دايما بياخدك عند الجراح هو بيحولك على الفيزيائي، وهيدا موضوع أنا إن شاء الله قبل ما أروح أقدر وصل صوتي بمكان ما بنقابة الفيزيو. لا منروح عند الفيزيائي والفيزيائي بقرر إذا بشقك ولا ما بشقك، لأنه على الدراي نيدلينج واللي عم يعمل اليوم بالطب اللي عم بصير العالم منا مضطرة لا تقص ظهرها ولا تقص ركبتها، عم تقدر تخلص بهيدا العلاج. شو بتقولي للإعلاميين نضال الأحمدية اللي مساندتك من أول مسيرتك لليوم؟ الله يخلي ليك ويطول لي بعمرك ويرد عنك، وإن شاء الله كل إنسان زعل منك مسحها بقلبي وبدقني وبرقبتي وعجبيني يرضى عليكم هالإنسانة، والله العظيم مش سيئة، وإذا خاننا التعبير بمكان ما مش لنروح على الذبح، هيدا أرشيف وسنين من الشغل والتعب والشقة، حرام علينا نجلد بعض. يعني أنا من جهتي كمان الست نضال داعمة لإلي من أول ما دخلت هالمجال، وأنا بحب على المستوى الشخصي. مين منا ما قاله عليه شو بيقولوا يعني مين وكل الشعب السوري على كأمي سورية يا الله، شو الشعب السوري وشو الشعب اللبناني؟ سوريا ولبنان واحد. واحد، لا اللي جاي مثلا جالسو مش حيقعد يعمل لك اختبار بهيدا، بس هو بسياق الحديث بالحلقه بيسقط اشياء مرات منا شريره ما سمعناش معناتها نحن الشريرين، وحبيت بعض النجوم بعتقد سلافة وخرجي دافعت عن يا حياة قلبي ما اجملك وما ارقاك ولك ترفع لك القبعه، انا عن نضال بعتذر منك بالوقت النضال، انا بالنسبه لي حكيت ما مثل نكون قاعدين مع بعض وعم نحكي وياما سابين ببعض ما نحن بنقعد نحكي، ومنا اهانه لحدا، اهم عباقره واهم حكمه ودكاتره قلب دكتور عواب الشام وغيرهم من اهم مستشفيات. صح. ما نجمل الامور، في غبي لبناني وغبي مصري وغبي سوري وحمار تركي وفي نابغه تركي، مش شخص بيعبر عن مجتمع لبنان وسوريا واحد. واي فنان تلفظ بكلام بشعب بقول له بترجع لك تشبه اخلاقك. لطشي لمعتصم النهار ميبي. نقطة جديدة وأخيرة بيقيل وقال هيك علمك أخوك تلبسي قبل ما يموت. يا مصيبة. منشوف هالصورة يلي علقوا عليها بهالطريقة، وبحسب موقع العراب انتقطتي من خلال هالصورة من إحدى أو أحد المتابعين ورديت عليهم وقلتي لا من بعد ما مات والله عيب هيك، شو ردك اليوم على هالتعليقات السلبية اللي دايماً بتلاحقك نادين؟ ليك بتعرف بستغرب بشغلة، أنا اليوم بمسلسلات قديمة مثورة ماشي على البحر ومعي ابني، عرفت كنت مع بيتر سمعان ولاد البلد، كنت بالميو أنا وخيي، نحن ولاد بحر ولاد جبل ولاد تلج ولاد شو بدك كيف بتكب دم نجي، شو يعني هيك علمك خيك؟ انتبه أنا ردي إنه من بعد ما مات عيب هيك، مش بس على هيدي على كتير قصص كمان انكتبت وانقالت اكزاكتلي وعم بيفوتوا على خيي رجال وأنا رجال هالقد، اللي بيقرب على خيي ما خلق، وخاصة هو وقتها كان عايش العالم بتعرف أنا عاملة مشكلين مع ناس أصحابه لخيي، وفي واحد كنت ضربته وقلت له ما رح أقله لجورج لأنه حسابك بيجي كتير كبير، اكتفيت أني أنا أعمل الواجب وفعلا ما خبره لجورج وأنا ما خبر جورج، بس جورج اليوم صار يعرف، سو إذا كان عم يتنفس ما كنت أقبل، وما توصل له أعمل واجباتي، عم بقول لك نحن وحوش. هلأ بدي أقبل حدا يقول لي خيك أول شيء اسمه جورج الراسي، ما بقبلها، نسيت اللبس ونسيت انا صورنا كلها ميوه، نسيت خيك وخيك وعلمك خيك وخيك مات وزعلانه على خيك ومش زعلانه على خيك، ما حدا يعمل بيور رويال كولوروا خيي كوبي بيست، شيل عني الميك اب وشوفه لجورج عمنك. واذا اليوم رجع جورج لنهار واحد بدك تعتذري منه على امر ما، شو بيكون هالامر؟ انه خليتك بمحل مراعاة لبعض الاشياء تبعد عني، كان لازم يكون وحشه وما خليك تبعد. تزعلي؟ أكيد، لأنه جورج كان حميني من كتير أشياء قبل ما يروح ما كنت منتبه، وكان يراعي كتير قصص تيحميني، أنا كنت فكر هو عم بيبعد
قمت كرمال ما اتعب وقلت خلص هو بيعرف امتى بكون امتى ما بكون، ضيعت علي وقت. بقول لا يا ريت كنت وقحة ورحت قلت لكل حدا اللي لازم ينقال بعينه وما خليته بعيد، وانا واجهت ما تركت هو دائما حيط الدعم. بس هذا حيط الدعم ما راح وما حيروح، بالعكس قوي اكثر بكثير. يعني قبل انا اذا كان ممكن انا صار عندي تسامح اكثر وهيك، بس اذا كان ممكن اني انا اكون شرسي اليوم بصير شرسي اكثر بكثير. مرة جديدة نادين العمر إليك والله يرحمه جورج، يعني فنان خسرناه بالعالم العربي. نادين نحن مكافيين بكتاب الشهرة، ولكن بعد هالفاصل الإعلان القصير. رجعنا من الفاصل مشاهدينا ومتابعين بالحلقة الختامية من كتاب الشهرة للموسم الثالث مع النجمة وحبيبة قلبي نادين الراسي. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة نادين. ووصلنا هلأ لفقرة الخيار إليك. بهالفقرة رح أطرح عليك مجموعة أسئلة، وكل سؤال بيتضمن ثلاث خيارات بدك تجاوبي بخيار واحد. جاهزة؟ يب. قد التحدي؟ عيب. أول سؤال خلونا نشوف. تم دعوتك إلى حفل تكريم، فبتختاري الجلوس على طاولة مين؟ الخيارات هني ماجي بوغصن، سيرين عبد النور، أم ورد الخال؟ الله عليك، افت بتحبيهم كلهم وكلهم رفقاتك؟ بلاهم الأخبار، بحبوا حبيباتي وزملاء، انسى شو بدك بالخبرية. بس سيريسلي أنا ماجي دايماً بقى بالأفطارات ببقى قاعدة مع سيرين، ولا مرة بتمنى نقعد مع بعضنا ان بوبليك، والصحافه صارت من بعد ما بتتخيل. ورد دائما بالسهر بنكون مع بعض. بقي سيرين. فاذا سيرين عبد النور بنضوي سيرين عبد النور. سؤال اخر، سبب عدم انتشار مسلسل زوج تحت الاقامه الجبريه؟ الخيارات هني عرضه خلال فتره كورونا، ضعف اسم نادين الراسي بالكوميديا، اخفاق شركه الانتاج باختيار المخرج المناسب. يعني كورونا انه مش الاقرب. ضعف اسم نادين، هو نصاحة نادين الراسي اكشلي ضعف نصاحة نادين الراسي. ضعفك بالكوميدي؟ يمكن بوقتها كنت اندر ماديسون، كان العصب تبعي مش فاذا ضعف ادائي ممكن. لانه انا ما بقبل عمل يكون فيه، وحتى زياد يعني مشهور يقبر قلبي باختياراته وباعماله اللي بتسطل، وخاصة اذا كنت انا معه يعني مفروض يصير انفجار. بقى الفرق كان بعتقد هذا ما خلاني يكون انا كثير هيك اذا بدك ارتجل. بس مش نادين اللي بتنجحوا للمسلسل، فيك في موجود يعني زياد دائما العالم بتحبه، بس هالكامستري بيني وبينه يمكن ما كانت موجوده، اثرت سلبا. سؤال اخر بالخيار لك، رح نعرض لك ثلاث صور، لو استطعتي انك تعيدي وحده من هالصور للحقيقه فبتختاري. الصوره الاولى لنادين مع كارلو مارسيل، الصوره الثانيه لخيك جورج الراسي، والصوره الاخيره لنادين الراسي طفل البريئه. شو بتختاري لترجعيها على الحقيقه؟ اولادك لحضنك، خيك الى جانبك، ام براءة طفولتك؟ لا براءة طفولتي، لا ممنوع حدا يقرب عليها، هي اصلا كل ما عارك كرمال احميها من يوم ما جيت. فاذا مين بتختاري بين؟ ما بتقدر تحط لي صوره عوده جورج اللي لا ما في، يعني بما انه ربنا كبير وبما انه الحياه فيها انتقال بقول رح التقى ارجع فيه، بس اكيد بتمنى هو، مع انه اولادي بموت عليهم بس هلا لا ما بدي غيره، يقبر قلبي شو حلو هيدا الحلو اللي بقصده، حلو 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 بكل شيء، حلو بمعركته، حلو لك شريف بمعركته، بيحكيك بوجهك كثير قليل اللي هيك. فاذا اخترتي الفنان جورج الراسي خيك يا قبر قلبي، مش متضايقه لانه شفت خيي، انه ما بحب جورج يصير صوره، يا ويلي شو بتزعجني، ما بحبه يصير بس صورة. الصور حلوين يعني بعرف بس هيك بس شوف انه بس فيني خبرك شغله، اليوم انا شايف نادين قويه بوجهي، بقول لك هيك تعطي كريدتس لنفسك هالقويه اللي انت فيها اليوم. يعني انا متاكد لو من اشهر لورا عرضت لك هالصوره او تطرقنا لهالموضوع، ولكن نحن بهالحلقه انا وانت بالكواليس حكينا انه بدنا نكسر القاعده ونفرجي نادين بحزنها بفرحها بالمطبات يلي واجهتهم بنجاحها، واليوم انت شخص ناجح لانك قوي. ثانك يو. سؤال اخر، نجحت بالاختبار يعني؟ نجحتي. لو كان بايدك صلاحيه استبدال الممثل عمار شلق بمسلسل ورد جوري بممثل اخر فبتختاري؟ طوني عيسى، يا حبيبي يوم زياد برجي،
باسم مغنية مضطرة يعني اختار؟ اكيد مضطرة، ما هيدا تحدي. توني عيسى، زياد برجي، باسم مغنية. يا الله، زياد اشتغلنا وباسم كمان عملنا انا وياه قبل. توني حرام عليك، باسم مغنية. فإذا نضوي الممثل باسم مغنية. اشتقت للشغل معه، اشتقت لجوه ولروحه. اليوم على الأرض مين أقوى، باسم أو عمار؟ بكل شفافية. لا لا، بضل في حدا يمكن متواجد بحسب أكثر. ما هلأ مين متواجد؟ ما حدا. ليه الغياب للممثلين اللبنانيين؟ الحق على مين؟ لأنه غياب الحق على الدولة، ما حدا يقول لي عن جد. ولا الحق على دولتنا، الحق على بلدنا، الحق على اقتصادنا، الحق على شعبنا، الحق على سياسينا، الحق علينا. وين بتلومي الممثل اللبناني؟ بتقولي له غير هالصفة فيك؟ لما بغير هالصفة فيك انه ما تستعجل، يعني ما تسترخص بشو عندك، ما تستخف بحالك، مش لانه انا ما بدي اقعد بلا شغل بقبل بهي وبقبل بهي، هذا اللي بقول له اياه. بيلقطوه دائما من ايده اللي بتوجعه لانه ظروف بلده منا داعمته للاسف. مادية. سؤال اخر بالخيار اليك، تعاطي الممنوعات. وين بعد في شيء ممنوع؟ كمل. الله يسامحك يا نادين. حرية شخصية بتعتبريها خطيئة أم استسلام؟ في اعتبرها هروب، ما هو بيهرب وبيواجه الواحد. نحن بدومين بدنا نضوي قبل ما استسلام. 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 استسلمتي بحياتك؟ لا لا، عشت تجارب خطرة، بعرف كثير منيح عن أجواء الكحول والمخدرات والإنيارات، بعرف كثير منيح. ظلم، ظلم بحق حاله كل إنسان بيستسلم بالمخدرات، لأنه بترجع على مصيبة أكبر وبتخسر صحتك وبتخسر ناسك وبتخسر ربك وبتخسر حالك. سؤال آخر نادين، ابنك مارك هددك بمقاطعتك بحالة تزوجتي من رجل منه مقتنع فيه، إذا كان السبب مقنع تتركي حبيبك؟ ما له علاقة، فأنت صاحبة القرار أم بتتركي حبيبك دون أي تفكير كرمال مارك؟ لأني مضطرة أني نقي، إذا كان السبب مقنع بترك حبيبي. فإذا الخيار الأول، حتى على حساب مقاطعة ابنك مارك إليك. إذا بقتنع باللي قال لي إياه ماركو بترك، إذا ما بقتنع لا ما بترك. وما في ولد بقاطع أمه، وما في أم بتقاطع ولده. فإذا منضوي الخيار الأول. طبعا، أصلا ما بيقدر يقاطعني يا معطر، ما أنا نفسه كل الوقت. سبب قد يدفعك إلى خيانة حبيبك، الخيارات هني. الخيانة. في حال خانك هو. خلص، شو بدك بالباقي؟ حال انعجبتي برجل آخر. حلوة هي، انعجبتي برجل آخر. شعرتي بعدم الاهتمام. لهو لعو، ما الإنسان بيبقى أيام راسه مش راكب، يمكن ما يفهم. فإذا في حال خانك هو. إيه طبعا. بتردي الخيانة بالخيانة. إيه. سؤال آخر، الممثل اللبناني اللي بيتعرض للظلم اليوم هو، بين هالخيارات مين أكتر حدا بيناتهم مظلوم؟ يوسف الخال، بديع أبو شقرة، باسم مغنية. يوسف الخال. فإذا منضوي يوسف الخال. برأيك ليه مغيب؟ ما بعرف، so weird. يعني أنا أجمل من يوسف ما في، نحكي كرجل جميل ما في ممثل أجمل منه. يعني مثلا نحن بالحلوات البنات كتار، عرفت؟ والله يخلينا مشار وكذا. تعتبريه أجمل ممثل لبناني؟ طبعا أجمل ممثل يوسف، جميل جدا، معتصم، رجل جميل كمان، بس مش بجمال يوسف الخال. هذا مش بس رأيي. أخذ مطرحه بالصباح برأيك. أعوذ بالله، يوسف الخال شرس، سبحانك يا ربي. سؤال آخر بالخيار إليك، لما تكوني وحيدة بالبيت أكتر شي بخوفك هو؟ الخيارات هني التفكير بالانتحار، الشعور بالوحدة والاشتياق لأولادك المحرومة منهم، البكي خوفا من شعور الوحدة، أي بتختاري؟ لا التانية، الشعور بالوحدة والاشتياق لأولاد المحرومة. فإذا الشعور بالوحدة والاشتياق لأولادك المحرومة. وفعلا هذا الشيء اللي يمكن في ناس بتنسى بمحلات، وحتى من أقرب الناس، إنه لما بدك تكون موجوع هذا الوجع مضطر تلهي حالك بمحل وتعمل مثلا تطلع تروح، هذا اللي بخلينا مرات بقعد بالبيت يومين ثلاثه برجع بظهر، بروح جبل، بنزل بحر، لانه بهرب من هذا الشوق. فاذا منضوي الخيار الثاني. السؤال اللي بعده بيقول، تلقيتي عرض بمسلسل عربي مشترك على انك انت تختاري البطل السوري اللي واقف قدامك، فبتختاري؟ الخيارات هني تيم حسن، باسل خياط، أم قصي خولي؟ باسل خياط. فإذا منضوي باسل خياط. والله بمين؟ ليه؟ ما بعرف. مع إنه قلتي لي في علاقة صداقة بتجمعك بقصي. بقصي كثير، إيه؟ بس في كيمستري مع باسل، احنا اشتغلنا مثل عنديها مع زياد برجي.
انا بقول لك زياد ما بيتكرر، انا ما مش ممكن. في شيء غريب وكثير حلو وبينعكس كثير ايجابي على الشغل وبيطلع شو عندك، بس الخياط وزياد برجي بس يقفوا برجي. فاذا باسل الخياط. سؤال اخر وهو الاخير بهالفقره، اذا بحال بدك تفوتي على مصر من باب الكوميدي، مين هو الممثل المصري يلي بتحبي تشاركي هالتجربه؟ الخيارات هني عادل امام الزعيم، احمد حلمي، ام هاني رمزي. احمد حلمي. احمد حلمي مش عادل امام؟ لا بخاف، احمد حلمي نلعب على نفس المستوى، عادل امام فرض ما عندي الجرأة اختاره هالقد. ايه بصراحه شو بنضحك على بعض. عادل امام انا بحس اذا بدي فوت لصور قدامه بمشهد في بانيك اتاك مش طبيعيه بدها تصير، برأيك يعني مثل ما اول مره صورت مع استاذ انطوان كرباج بجيك هيدا تبع انه يا ريت الارض انشقت وبالعيني وبقولوا ماتت خلص يلا بيمشي. برايك نادين وبكل شفافيه هيك نعطي كريدتس بهالحلقه، مين الممثله اللبنانيه اللي قدرت تخرق الساحه الفنيه بمصر وقدرت تحافظ على اسمها؟ هلا بيقولوا نادين عندها الرجي على بيت الخال، والله نيكول سابا. نيكول سابا والله نيكول سابا يا زلمه ما فيك تمشي فيها بالشارع، ما بينمشى فيكي بالشارع بمصر يا نادين. رح نطلع اخر فاصل اعلاني بهالحلقه ومنتابع. وصلنا مشاهدينا لآخر فقرة من حلقة الليلة وهي الحلقة الختامية. نادين بهالفقرة بحضر لك مفاجأة، اسمها من الدائرة، أشخاص من دائرتك يمكن يكونوا أصدقاء، زملاء، زميلات، أهل، ما بنعرف، هني رح يطرحوا عليك السؤال ومش أنا. يا عدرا مين يعني؟ أدى هالفقرة؟ مين يعني؟ السؤال الأول من ممثل لبناني. أقرب ممثل لبناني إلك مين؟ شخص بلشتوا بالبدايات سوا. مين خطر على بالك هلا؟ خطر على بالي يوسف الخال. يوسف الخال؟ ايه. خلونا نشوف من مين. ندون يا ندون، اشتقنا لك واشتقت لك الشاشه واشتقوا لك كل الناس. ندون انا عندي سؤال لك، اذا كان عندك الخيار انك تختاري موضوع مسلسل راح تلعبي بطولته، اي موضوع بتختاري وليه؟ وانا بتمنى لك كل التوفيق. علي تحياتي لك ولقناه الجديد ولكل المشاهدين. سؤال من الممثل مازن معظم، جمعتكم بطولات مع بعض. اف مازن شو في ذكريات سوا انت ومازن؟ وشو جوابك على السؤال؟ جقل اللوكيشنز، ما بدي اكون ظلمته لما قلت انه يوسف اجمل شاب وهيدا اجمل يا اخي، كلهم حلوين بس للظلم اكثر يوسف. يعني مازن يقبرني بايه؟ جوابي ما انا ولا مره، هو بيعرف ولا مره كان في موضوع محين، بس دائما كل شيء اجتماعي بحب اشتغله، وان شاء الله قريبا حيكون في شيء كنت دائما مش احلم فيه، كنت اقول على بالي العب. شو هي القطيه؟ ليل ونهار، الإنسان بالليل وبالنهار. واضحي؟ لا ما بدي أحرق. ما بدك تحرق. إيه يعني الليل كيف بتعيشه والنهار كيف بتعيشه وأنت شخص واحد. وكلنا ناطرينه لهالعمل. إيه. نادين، هلأ سؤال من شاعر لبناني، في علاقة بتربطكم سوا، في قصة مؤثرة جمعتكم سوا، مين برأيك؟ وعنده سؤال بالصميم صراحة. يا عدرا مين خطر على بالك؟ توني أبي كرم، الشاعر توني أبي كرم. خلينا نشوف من مين السؤال. بونسوار نادين، بونسوار علي. سؤالي مبني على موضوع مختصر. معروف أنه أعمال جورج الغنائي الله يرحمه كانت كلها من توقيعي أنا ونيكولا شبلي، اعتبارا من أغنية أنت الحب لآخر أغنية، من ضمنها أغنية ديو كان مقرر تغنيها نادين هي وجورج، وصوته الموجود بروفا على الأغنية ونادين مع نسخة منها. سؤالي هو شو السبب يلي خلى المحامية من قبل عائلتكم تتصل فيي وتتمنى علي انه ما ننزل اغنية ابدا وما تبصر النور بصوتكم سوا؟ تحية للشاعر توني ابي كرم، بذكرك بخيك الراحل جورج الراسي. ليه هيك تفاجأتي؟ كنت عارفة شو حيسأل. وشو جوابك على هالسؤال؟ بعتذر، مش بإيدي، حيجي نهار وان شاء الله تبصر النور اذا توني اخذ شوي وقته ولو بروفا. جورج كل عمره بغني لايف يعني، وكان بفضل توني يكون جاهز أكتر جورج، وجورج يقبرني التهافية لأنه علمني كيف سجلها، سو طلع الصوت تبعي جاهز، هو بعد لا، بس ما خص أمي وبيي، بس هذا اللي بقوله. صعب أسمع جملة منها بصوتك هلا ولو كلمتين يا نادين. عشنا سوا، ربينا سوا،
أحضن بي وأم ربونا، تحكي أنت تمزح أنت اضحك أنا، وبكل طولة بال حملونا، ومرقت الأيام يا إختي وبسرعة الأحلام وكبرتي، صرتي صبي وصار خوفي زيد، بكرة عبيت جديد لو رحتي، هيدا نصيب البنت يا خي وحال الدنيا لكل صبي، بكرة عبيت جديد لو فليت، أهلي بضلوا نور عيني. هي شكراً نانين، بحترم دموعك طبعاً وما كان قصدي أبداً. سوري بس أعطونا كلينكس لو سمحتوا معي. ما كنت بتخيل رح غنية نادين. نعم ما كنت بتخيل رح فيها غنية، بس في شيء قال لي مي بليز، في شيء قال لي غنية لأنه ظلم بحق ماما وبابا. الله يشفي كل مريض، بس الله يشفي كل مريض. هي ما بقى فيها كذب، ما بقى فيها تتخبي ورا الحكي. خلص سو بليز ليف مي الون، خلص أنا ما إلي علاقة بشي. أنت قوية نادين. أكيد أكيد، ومينيموم ينزلوا دموعي. أكيد هيدا المينيموم أصلا يعني. مجرد ما أشوفه لاتوني أنا جسمي كله رجيف، يعني بتستحي وبخجل. مين يعني المحامي ما بعرف إذا كارول أو أي حدا يحكي مع توني أبي كرم، منه أقرب لجورج الراسي من توني أبي كرم مين ما كان يكون غير أمي وبيي وأنا، ما حدا. سو اللي صار مع توني بشع، وصار مع غيره كتير اشياء، مع زياد صار، وانا بشكر كل فنان وكل انسان وكل صحافي وكل اعلامي وكل بني ادم وكل بشري ان كان موجود حدي، واللي عرف واللي سمع واللي صار واللي شاف واللي شاهد بالقصص اللي صارت. انا بشكرك على تكتمك وبشكرك على احترامك ومحبتك لروح خيي ولاسم هيدي العيله ولهيدي العيله كافه. برجع بقول انفجار صار بالبيت، عم بيصير في دمج بمحلات، باذن الرب رح تزبط ورح تروح للأحلى. من هيك ما بدنا نفتش بالأشياء المش حلوة. دايماً في أمل نادين. أكيد وبقوله لتوني بعتذر، مثل ما بقول لزياد بعتذر، ما بقول لماجدة بعتذر، لأنه نسألوا بعض الأشخاص أنه الطريق انعملت كذا كذا ما عطوا كريدي لماجدة. بقول لأولاد عمي تقبروني، تقبروني شو بتحبوا جورج، تقبروني شو بتحبوني. يا الله على الحياة كيف سرقتني منكم، صاروا صبايا وحدة تجوزت، ما عندي الوقت كان ولا شيء اني اروح اقعد معهم وشوفهم. هن اليوم الاخوات، هن اللي عم بعيدوا بابا عيد البي، هن اللي عتلانين هم صحة بي، هن اللي انحرموا فعلا من جورج يلي كانوا يحبوه فور نوثينغ. حبيبتي نادين دموعك غالية، ومثل ما وعدته لجورج بصوتي العالي بوعده اهلي رح يبقوا نور عيني لو المخرز بايدهم، ما في شيء بيطفي عيني. الله يخلي لك اياهم نادين. وهيك لغير لك شويه جو، بدنا نغير جو. يا هلا سؤال مهضوم، مين اقرب شخص لك هلا بهالفتره؟ زاكوموتي. خلونا نشوف من مين السؤال. بحياة الله طلع. بونسوار علي، بونسوار نادين. في شيء بقلب جزان نادين الراسي ما بتستغني عنه ابدا، بتنقله من جزان لجزان من ايفنت لايفنت، موجود بقلب علقبه زرقاء صغيره، شو هو؟ سؤال من مدير أعمالك وصديقك زاك عيسى. شو؟ عم تضحكي أو عم تبكي؟ نين أول شي بتقوله لزاك تانكيو، تانكيو على سؤالك وتانكيو على كل شي عم تعمله معي. وانت بتعرف قدي زاك حدا، يعني من قبل صرنا سنين ولهلأ بالعكس أكتر بعد روحة جورج. هذا الإنسان سند وخي وقلبي ومدير أعمالي والمسؤول عن اللوك وعن كل شي، وهيدا فعلا أول مرة بحكيها. سنه لابني، انا واسنان ولادي وقت يفرموا بحتفظ فيهم. اخر سن فرم عندي بالبيت لكارل كان عمره 7 سنين، وبعد في اشياء ثانيه بعد ما فرمت. سو هذا اخر سن فرم عندي. احتفظت بهالسن؟ هو اخر واحد. سو شفت له صور بمحل هيك اسنانه فرم الباقيين،
بقى ان شاء الله يكونوا احتفظوا فيهم لانه كثير بحب اترك لهم سنانه. هيدي الذكرى الوحيده اللي بتجمعك معه؟ هيدي اخر ذكرى مع كارل. بقيت لي هي سن، يعني انا بنطر السن لينزل وبتجي رحت نعيش هيدي اللي. ليه بتاخذيه معك محل ما تروحي ليضل مرافق؟ ما بدي بكيكي اكثر، بننتقل لسؤال سؤال جديد من هالفقره. وهالمره حدا من قلب بيتك نادين؟ اهلي يعني؟ بيتك بيت. اهلك؟ انا بيتي هو بيت اهلي وبيت مين بتتوقعي؟ عارف لي فكرت بابا؟ خلونا نشوف من مين. بونسوار علي، بونسوار والدي. سؤالي لك والدي، شو الشيء اللي بتجمعيه من انت وصغيره واللي الكل بيستغرب وبيتفاجئ بس يعرف شو هو؟ سؤال من ابنك مارك. شو حلو؟ الله يخلي لك اياه يا رب. يا فضيحتي مام. فضحوك عيب وزاك. ولو زاك ومارك. شو جاوبك على سؤاله؟ عيب، وحيط الله مش والدني بس هي حب العلكه. ايه مش عليها تاتو. بقى انا شو بعمل؟ بصير مما ياكل علكه بياخذ هيدا وبجمع التاتوات، عندي هيدا التاتو بتحط لها مي وبتشيلها. تاتو على طبعا يلي بحطوها الاولاد على ايديهم. اللي وليه بتجمعيهم؟ ما بعرف. هواية مش بس هواية، لو انا طلع لي دبل وطلع لك وحده برجع بسرق لك طبعك. قد ايه عندك كميه؟ وين رايحه فيهم؟ كثير، ولا محل، مين بحطحط هون هون هون. ما بعرف ليه، واذا حدا اكل وكبه بروح بلمه. هالقد. تحيه لابنك مارك على هالمداخله. وشكرا على صراحتك وهضامتك يا نادين. والسؤال الاخير هالمره من ممثله لبنانيه كوميديه، مين بتتوقعي؟ رولا شاميه. ما بنعرف، خلينا نشوف من مين. هاي نادون، I miss you so much. بدي أسألك سؤال، في حال ما أجتك الأوبورتيونيتي إنك تكوني ممثلة، شو الدومين اللي كنت اخترت إنك تشتغلي فيه؟ I love you. تحية للممثلة تاتيانا مرعب على هالمداخلة. قد صار لك ما شايفتيها؟ كتير زمان؟ شو جاوبك على سؤالها؟ أنا بيولوجية، درس بيولوجية، كنت بحب يكون حكيمة أطفال وعملت هيدا الشيء ببيتي، يعني جبت كتب أنا وبس كون بريجننت، جبت كتب، درست كل شيء، أنا بيوصل عندي الدكتور على البيت بكون أنا مشخصت له الحالة وخالصة، سو إيه حكيمة أطفال. فازاً حكيمة أطفال. ليك بدي أقول شغلة، والله العظيم كل اللي قطعتهم بالحلقة وكل الناس اللي طلعت صدقاً من قلبي بحبهم ومن قلبهم بحبوني، بتمنى كل حدا بيقعد على هيدا الكرسي بقدامك يا علي لأنه أنت إنسان روح الله فيك. أنا حسيت هيدا الشيء، أنا حسيت هيدا الشيء، ولو ما حسيته صدقا والله ما بحكي بموضوع الأولاد بهيدي الطريقة اللي أنا كنت أقول يا رب أوصل لهيدي المرحلة من النعم إني أقدر أتعهد بهيدا الشيء وقدرت معك. شكرا. بتمنى لكل إنسان بيقعد بوجهك يحس إحساس هيدي السعادة لما بيشوف الزملاء عم تطلع قدام عينيه والاشتياق، يحس بهيدا الشيء وما نخجل من حالنا لأنه نحن غلطانين بحق بعض. بنهاية هالحلقة معلش يمكن أنت اللي لازم تخدمه أكيد، بس بدي أشكر كل إنسان وقف حدنا بخيي، وبدي أعتذر من كل إنسان جرحته اليوم وبقول له عن قصد مش عن غير قصد، لأنه أنا بالنهاية بشر وإلك حق إنك تعمل بدك إياه، بس أعتذر سلفاً عن قصد. وإذا بدك تختاري عنوان لكتاب الشهرة الخاص فيكي يا نادين شو بيكون؟ مشوار. مشوار. وهيك منكون نادين ومشاهدينا وصلنا لختام هالموسم من كتاب الشهرة. أنا دايماً بكل موسم بودع المشاهدين بحزن بفرح، بقول إنه وأنا يعني اليوم أنا موجود بحس كمان في رسالة من وراي إنه آمنوا بحالكم، وكل مرة بختم بنفس الطريقة ولكن آمنوا بنفسكم وبتلاقوا النجاح، إذا مش نجاح بتواجهوا الحياة بفخر بسعادة إنكم أنتوا عم توقفوا وتواجهوا المطبات. بدي أشكر القيمين على هالبرنامج فرداً فرداً يلي عن جد منسهر ليالي لنقدر نقوم فعلاً ونقدم هيك حلقة للجمهور. ياي انتو مش بس عم تقدموا حلقة للجمهور وانتو عم بتكرموا الفنان اللي عم بيكون قاعد على الكرسي قدامكم. شكراً لك. ويريد الكل يكون أهل لهذا التكريم ونحتفظ بلساننا المرت والزفر وكل هولة، ولو بدنا نكون شرسين بحق بعض بشرف نتخاصم وبشرف منتصالح ومنمرك على بعضنا ومنكمل حياة، وعلى ثقة تامة انه ما في شيء بضيع بهالدنيا، الجاية بدها تروح وما بيضل غير الكلمة الحلوة والبسمة وكلنا فلين. شكرا لك. والله يبارك فيك. وانا يعني ماني قادر اشكر كل التيم لانه ما شاء الله كتار، بس بدي خص بالشكر الكبير لمديرة الانتاج نانسي سلوم، وبالاخص الاخص لصديقي وزميلي المنتج المنفذ علي الرفاعي. شكرا لوجودك بهالموسم على امل نكفي سوا، لانه نجاح الحلقة
هو نجاحنا كلنا، نجاح المصورين، نجاح المخرج، المعدين، كلنا. الصبر والخبرة وإنه يتحملوا وإنه يجربوا يقدموا قد ما بيقدروا زيادة. الحياة فيها كتير شكراً قصص. شكراً لك نادين، وأنا مبسوط هيك ختامها مسك. شكراً للمتابعين، شكراً لأنكم واكبتوني بهالموسم، وداعاً وعلى أمل اللقاء القريب على شاشة الجديد. تصبحوا على ألف خير.